بس ما تقلقش يعني عايز اقول بقى ان شاء الله احنا بما ان جدول الامتحانات نزل عرفتوا؟ الجدول انا شايفه كويس الحقيقه ما عدا طبعا المشكله بتاعت المايك يعني والله انا سمعته يعني من الطلبه يعني ان هم في اقتراح ان هم يبدلوا فار مكان مايكرو والوكيله رفضت نقدم الفاره انا سمعت العكس بقى ان هي رفضت التبديل وكانت موافقه ان الفاره تبقى قدام شويه ويبقى في مكان يعني هيبقى المايكرو قبل الفاره يعني هي بس الفكره والله هي بس المشكله ان هي الفار في النص مش في النص قوي يعني الفار بعد الفارما والباثولوجي او باثولوجي وفارما بتبقى يعني فرصه لالتقاط الانفاس لان باثولوجي فارما مايكرو بتتعب قوي فهي دي كانت الميزه ان يبقى الفار في النص انت يعني شويه كده بس طبعا ما بيبقاش على حساب الوقت يعني ممكن وقت الفار هو اللي يضيق شويه ووقت المايكرو يوسع شويه بس في كل الاحوال يعني جدول حلو جدول كويس يعني انا اعتقد السبع او ست ايام قبل الفارما مش كده؟ حلوين بقى بس مش عايزين نحس ان هم كتير قوي برضه لان اللي بيحصل بجد والله اللي بيحصل ان في مره كان قبل امتحان انا مش فاكر كان اخر سنه هي ولا كان قبل امتحان الفارما 14 يوم الناس كالعاده ذاكرت اخر اربع ايام يعني قعدت 10 ايام جاي نتفرج والله العظيم جينا يعني الناس اتزنقت برضه وقعدنا نذاكر اخر شويه دي. فلا يعني اليوم الباثولوجي خلاص هنريح فيه ان شاء الله لكن من تاني يوم بقى نبدا وباذن الله نحط جدول كده مع بعض ونمشي فيه ونراجع ونحل وكل حاجه. هنخلص امتى بقى عشان الناس بدات تقلق برضه تسالني السؤال ده كتير. لا هنخلص ان شاء الله والله. كفايه ان احنا خلصنا بدري. هنخلص ان شاء الله يعني بعد شهر من اليوم هنكون خلصنا المنهج النظري. العملي هيحتاج مننا بس يمكن مره او مرتين فممكن يعني اذا حبينا بقى نعملهم في وسط الاسبوع او وسط الفتره اللي جايه اما ناخدهم يعني مثلا يوم سبت وحد يوم جمعه وسبت بحيث ان احنا اخرنا يبقى يوم 28 ان شاء الله في ديسمبر كويس هيبقى قدامك اسبوعين ذاكر بقى فيهم باثولوجي وتذاكر اللي انت عايزه فاعتقد ده وقت كويس انا ما اعرفش محاضراتك تخلص امتى لكن اعتقد يعني احنا لو مشينا كده باذن الله نكون خلصنا كل حاجه من غير ما نكبت ولا حاجه لا سمح الله فايز و النهارده بقى ان شاء الله نكمل بقيه السيمباثوليتكس. احنا فاكرين بقى كنا قسمناهم كده اربع مجموعات كبار. طبعا اسم سيمباثوليتكس يعني انتوا عارفين بقى ان هو بيستخدم لكن هو ما بقاش يعني الاسم الصح قوي بنسميهم سيمباثيتك ديبريسنس او بنسميهم في بعض الكتب سيمباثوبليجيك دراجز هم بيعملوا نوع من الانيبيشن على السيمباثيتك نيرفس سيستم. كنا قسمناهم بقى اربع مجموعات. لو بدأنا كده من فوق لتحت يعني يبقى عندنا المجموعة اللي بتشتغل سنترال مش كده؟ وهنا عندنا نوعين من الريسبتورز بيعملوا انيبيشن على السيمباثيتك وبالتالي عندنا نوعين من الأدوية. في عندنا مجموعة هنتكلم عنها إن شاء الله النهاردة اسمها سنترال ألفا 2 أجونست. أشهر دواء فيها أو أشهر دوائين الحقيقة فيها دواء اسمه كلونيدين ودواء اسمه الألفا ميثايل دوبا. هنسمع معاهم بقى أسامي كده بسيطة شوية عشان بس أسئلة الإم سي كيو زي دواء اسمه جوانفاسين او دواء اسمه جوانا بنز دول كلهم بيشتغلوا باي ستيميليشن للالفا 2 زيهم الى حد كبير جدا مجموعه اسمها الاي 1 اجونست اللي هو زي ما قلت لك قبل كده اختصار حاجه اسمها الاميدازولين تايب 1 ريسبتور بالظبط شبه الالفا 2 وحتى في بعض التداخل ما بين الادويه يعني تلاقي دواء بيشتغل على الالفا 2 وعلى الاي 1 في نفس الوقت المجموعه دي بتبقى مهمه يعني موجوده في علاج الهايبرتنشن لانك انت لما تقلل السيمباثيتك اكيد بتقلل ضغط الدم. هنعرف بس الاسامي اللي موجوده عشان المالتيبل تشويس بقى في الكتاب. في عندنا دواء اسمه ريلمينيدين ودواء اسمه موكسونيدين وبالمناسبه برضه عشان ان شاء الله كده في نص السنه في الام سي كيو هيبقى في ادويه محتاجه ان احنا نجمعها مع بعض. نيدين دي في الاخر الدواء هتبقى حاجه من الاثنين دول. يعني دواء اسمه كلونيدين مثلا. او دواء اسمه ريلمينيدين او دواء اسمه موكسونيدين او دواء
اسمه أبراجلوريدين أو تايزانيدين، أي حاجة بقى آخرها نيدين، يبقى إحنا على الأقل إيه في مجموعة السنترال، سواء كان ألفا 2 أو كان أي 1 أجلس. في عندنا مجموعة بقى اللي هي مؤجلة إن شاء الله للعملي، مجموعة الجانيوم بلوكرز، ما عادش ليها قيمة في علاج الضغط عشان مشاكلها الكتير قوي، لأنها زي ما قلنا قبل كده بتوقف سيمباثيتك وغصب عنك بتوقف البارا، فبتعمل أعراض جانبية كتيرة زي عيوب الأتروبين. في مجموعة اسمها الأنتي أدرينرجيك دراجز، أو يسموها في بعض الكتب أدرينرجيك نيرون بلوكرز، دي شغلها كله على الأدرينرجيك نيرف، وهنفتكر إن شاء الله النهاردة النيرف ده كده بسرعة إزاي كان بيعمل سينثيسيس وستورج وريليز وأبتيك للنور أدرينالين، فلو قدرنا نوقف شغل النيرف ده يبقى إحنا قدرنا نعطل السيمباثيتك نيرفس سيستم. وهنقسمهم إن شاء الله أدوية تمنع السينثيسيس، فكرك كده بأسامي بقى إن شاء الله زي الألفا ميثايل تيروزين وغيره، وأدوية تمنع الستورج، فاكرين اسمه مشهور كده؟ الريزابين، الريزابين، وكان بيشتغل ريفرسبل، كان بيبوظ الأبتيك بتاع الفيسيكلز ويخليها ما بتشتغلش خالص لحد ما يبتدي يصنع النيرف يصنع فيسيكلز جديدة. أمال إيه اللي كان بيمنع الستورج في لا الستورج في الأسيبال جديد؟ كان اسمه فيزا ميكول، صح؟ كان ده برضه ملوش قيمة أوي غير في الأسئلة يعني. وفي أدوية بيتقال عليها تمنع ريليز زي بقى الجوانيثين. دي المجموعات بقى ان شاء الله اللي بينا النهارده. قبل بس ما انسى، عشان يعني ايه بعد ما نخلص الحصه برجع كده اشوف انا عكيت في ايه او نسيت ايه او عملت ايه يعني غلط، بالذات عشان التسجيل يعني والفضايح دي. في بس في الجزء بتاع الالفا بلوكرز، وانا الحمد لله ما نسيتش حاجه قوي، بس في اول تعريف الالفا بلوكرز كده، فاكرين يعني المره اللي فاتت صفحه 74 في الكتاب الجديد 77 النسخة القديمة، كان في بقى الديفينيشن ان الالفا بلوكرز دول بيبلوك ذا بريسور افكت اوف نور ادرينالين. في ناس قالت يعني بريسور افكت يعني على الضغط، يبقى هو لما بدي نور ادرينالين بيعلي الضغط، ولو اديته بعد الالفا بلوكر هيضيع، مش كده؟ لان كل شغل النور ادرينالين على الالفا، ذات الالفا واحد اللي بتعلي البلد بريشر، ومكتوب جنبها ان هو بيبلوك ويريفرس ذا بريسور افكت اوف ادرينالين، مش كده؟ لان انا في الادرينالين هعلي الضغط، لكن لو قفلت الالفا بالفا بلوكر هيشتغل على بيتا 2 وهيعمل هاي بوتنشال، هو الادرينالين ريفرسال المعروف. في بس جمله بس او يعني كلمه عشان اسئله الام سي كيو، الوحيد في الالفا بلوكرز اللي ما يضيعش شغل الادرينالين ولا النور ادرينالين، يعني ما يعملش ابولش للنور ادرينالين ولا ريفرسال الادرينالين، مين في الاسامي اللي احنا قلناها المره اللي فاتت؟ مين في الالفا بلوكرز اللي ما يقدرش يعمل ابولش لشغل النور على الضغط ولا يعمل ريفرسل لشغل الادرينالين على الضغط؟ وانا عشان اعمل كده لازم اقفل اني الفا، لازم اقفل عشان اعمل الانهبيشن للبريسور اكشن، لازم اقفل الفا 1 ولا الفا 2؟ الفا 1 مش كده؟ يبقى اي الفا بلوكر يقفل الفا 1 هيعمل الجمله دي. مين ما يعملش بقى؟ اللي ما يقفلش الالفا 1 اللي هو سيلكتيف الفا 2 بلوكر، اللي ملوش قيمه اللي قلت لك عليه كان اسمه يو ام بي. لان ساعات بيجي سؤال في العملي او في الام سي كيو كده، مين في الالفا بلوكرز دول داز نوت ريفرس ذا هايبرتنسيف اكشن اوف ادرينالين او داز نوت ابولش ذا هايبرتنسيف اكشن اوف نور ادرينالين؟ يبقى الاكسبشن بتاعنا هو اليو ام بي، والتفسير ان هو ملوش دعوه بالالفا 1، هو بيقفل الفا 2 وما بيقفلش الالفا 1، وبالتالي ملوش علاقه بالبلاد فيسلز تقريبا. برضه قبل ما انسى بقى، كان في كده في الجزء بتاع البيتالون، عشان برضه ناس سالتني، هو انا سالتكم المره اللي فاتت قلت لكم هو البيتا بلوكرز دي هاني سالنا مش كده بتعالج ايمرجنسي هايبرتنشن ولا لا؟ يعني بروبرانولول واتينولول ومش عارف نادولول وكل عائله لول دي تنفع تعالج ضغط ارتفع فجاه يسموه ايمرجنسي هايبرتنشن ولا ما تنفعش؟ ما تنفعش. ليه بقى؟ صح، لانها محتاجه عشان تشتغل بالسته ميكانيزمز اللي احنا قلناهم دي محتاجه وقت قد يصل الى 4 اسابيع، مش كده؟ الوحيد اللي بينفعني في البيتا بلوكرز في الامرجنسي هايبرتنشن هو اللابيتالول. هتلاقي مكتوب كده في الاستخدامات انه بيتاخد لوحده في الفيك كروموسايتوما، وبيتاخد في الهايبرتنشن مش عارف مكتوب اورال وانترافينس وانترافينس انفيوجن. الانترافينس او الانترافينس انفيوجن يبقى ده بتاع طوارئ اكيد، لان عيان الضغط الكرونيك، العيان اللي عنده ضغط ده بيفضل طول عمره ياخد دواء، فدايما بياخد اورال. الوحيد اللي بيحتاج ان انا احقنه دواء، سواء بقى اي في حقنه مره واحده كده او انفيوجن بالدريب يعني، هيبقى العيان اللي عنده ايمرجنسي. السؤال بقى اشمعنى اللابيتالول؟ ايوه هو اكيد سريع. ليه بقى سريع؟ مش عشان يتحقن، لا دي مش الفكره، انا عشان يتحقن ممكن احقن بروبرانولول، يعني عندنا حقن بروبرانولول
عشان بيقفل الالفا 1، عشان بيعمل حاجه بتبان الايفكت بتاعها بسرعه ان انا اقفل الالفا 1 فيحصل فازو دايليتيشن فالضغط يقل بسرعه. يبقى ده الوحيد تقريبا في كل البيتا بلوكرز اللي ممكن يستخدم في الامرجنسي هايبرتنشن. النقطة الأخيرة موجودة ان بي كده في السطر اللي قبل الأخير في الأبيتالول، بيقولوا ان هو يتاخد في الهايبرتنشن أو اس انتي هايبرتنسيف ديورينج بريجنسي. إن شاء الله لما ناخد بقى موضوع الهايبرتنشن ده هنحاول يعني يبقى الموضوع كلينيكالي بالنسبة لك مش بس فارما ونقعد نحفظ في أدوية، نبقى عارفين إيه الأدوية الحلوة مثلا في عيان عنده ضغط وبرونكيال أزمة مثلا، أو عيان عنده ضغط ودايبيتيك، إيه الكويس وإيه الوحش في أدوية الهايبرتنشن. ونحاول برضو نعرف على الاقل ايه الدواء الكويس في ضغط الحوامل وايه الدواء الممنوع، يعني ايه الدواء اللي ممكن يعمل مشاكل مثلا تيراتوجينيسيتي. النهارده بالصدفه ان شاء الله واحنا بنتكلم عن الفا 2 اجونست هنعرف اهم دواء في علاج الهايبرتنشن ديورينج بريجنسي، دواء اسمه الفا ميثايل دوبا، هو احسن دواء في علاج الضغط اثناء الحمل. البيتا بلوكرز ما فيهاش اذى، البيتا بلوكرز لم يثبت عنها انها بتعمل مشاكل تشوهات او غيره، فمسموح ان احنا نديها في الهايبرتنشن ديورينج بريجنسي من ضمنها طبعا الابيتالول. يبقى ده بالنسبه بقى للجزء اللي كان يعني ناقص فيه كده نقط. النهارده ان شاء الله نبدا بقى كلامنا بالفيكروموسيتوما. هي احيانا في المنهج بتاعنا بتتلغي، بس يعني زي ما قلنا بقى ايه، احنا بما ان احنا مش عارفين ايه اللي هيبقى علينا وايه اللي هيتلغي فاحنا نشرح ويبقى يوم جميل قوي لو لغينا المنهج كله حتى مش مشكله مش هنزعل يعني. الفيكروموسيتوما انتوا عارفين طبعا بالديفينيشن بتاعها كده، هي عباره عن تيومر في الادرينال ميدلا. بالمناسبة كده الادرينال ميدلا فيها يقال ان فيها نوعين من السيلز، في نوعين من الخلايا. نوع اسمه الان سيلز وده من اسمه كده بيريليز او بيصنع ويفرز نور ادرينالين او نور ابنفرين، وخلايا اسمها الاي سيلز غالبا دي اللي بتطلع ادرينالين. عادة النورمال ادرينال ميدلا بتطلع كاتيكولامينز بتبقى نسبتها 80% ادرينالين و20% نور ادرينالين. ده العادي بتاع الادرينال جلاند. لما بيحصل تيومر بيقال ان بيحصل غالبا في الان سيلز، يعني الهايبربليزيا او العدد الكبير او في الخلايا بيزيد غالبا في الان سيلز بيقال كده يعني. فتلاقي الكاتيكولامينز عاليه قوي عن النورمال، وفي نفس الوقت تقريبا الريشيو اتقلبت، يعني معظم اللي خارج من المدلع هيبقى نور ادرينالين وليس ادرينالين. طبعا ادرينالين طالع برده بس الدرجه اقل شويه، يعني كتاب القسم كاتب تقريبا 90% الى 10%. المشكلة بتاعت العيان تبقى ايه؟ يعني عيان بيطلع كاتيكولامينز كتير قوي مشكلته الأساسية هتبقى ايه؟ خلي بالك نور أدرينالين وده شغله أساسا على الألفا مش كده؟ وأدرينالين بيشتغل على البيتا وعلى الألفا، فواضح إن الألفا إفكت عالي قوي، فمتوقع إن يحصل معاه هايبرتنشن. يبقى المشكلة الأساسية هنا هايبرتنشن، يتسمى ساعتها سكندري مش كده؟ فاكرين الضغط عندنا دايما نقسمه الى نوعين، في نوع اللي هو اسينشال او برايمري او ايديوباثيك. 90% من الناس اللي عندهم ضغط مش سبب واضح، في نظريات بقى كتير، و10% عندهم سبب للضغط العالي، والسبب ده قد يكون مرض هنعرف ان شاء الله بقى، ممكن يكون حاجه زي الفيكروموسيتوما، حاجه زي كوشنج سيندروم، حاجه في الكيدني، حاجه في رينال ارتري، اي مرض هو اللي سبب الضغط. وجايز يكون دراجز، يعني سمعنا بقى مثلا ادرينالين يعني بياخد حاجه من السيمباثومايماتكس جاز هي اللي معليه الضغط بتاعه، فده نوع من انواع السكندري هايبرتنشن. ودايما في السكندري هيبقى تركيزي على علاج، يعني في البرايمري هايبرتنشن بعالج الضغط، بدي ادويه الضغط ما عنديش بقى حاجه اعملها، لكن في السكندري ان انا اعالج السبب، ادور على الكوز اوف هايبرتنشن ونعالجه. العيان ده ممكن يكون عنده مشكله في القلب صح؟ بالظبط، ممكن البيتا افكت ده تكون عامله له كمان تاكيكارديا واريثميا، ولو هو عنده مشاكل في الكورونري تعمل له انجينا، يعني كل قصه البيتا ستيميليشن. ازاي بتشخص الفيكروموسيتوما حاليا في الطب؟ يعني بنعتمد على حاجتين مهمين قوي، على قياس اي حاجه بقى، ان انا اقيس مثلا الفينايل مانديليك اسيد في اليورين اللي هو الميتابوليك اند برودكت بتاع الكاتيكولامينز مش كده؟ غالبا بيبقى من 2 ل 5 من 2 ل 6 مللي جرام في ال 24 ساعه. لو عالي قوي بيقال ان هو لو عدى ال 50 مللي جرام ده يبقى معناه ان في تيومر بيطلع كاتيكولامينز. اللي يحب يعرف بيقيسوا حاجات ثانيه غير الفي ام اي، بيقيسوا في البلد، يقيس ايه في الدم؟ يعني هو المشكله كلها ايه اللي طالع؟ ادرينالين ونور ادرينالين، يقيسهم في الدم مش كده؟ يعرف الليفل بتاعهم ايه؟ يقيس حاجه اسمها ميتانفرين ونور ميتانفرين في الدم، اللي هم جايين من شغل الكومت على الادرينالين والنور ادرينالين.
بيعملوا حاجات عشان اتاكد يعني خلاص لقيت كاتيكولامينز عاليه او اند برودكتس بتاعت الميتابوليزم عاليه، بس عايز اتاكد بقى اشوف الورم ده شكله ايه موجود فين وحجمه ايه. فبيعملوا حاجات العاديه بقى بتاعت الطب، ان انا اعمل سونار على البطن، ان انا اعمل اشعه مقطعيه سي تي سكان، اعمل حاجه اسمها ام ار اي رنين مغناطيسي، اي حاجه اشوف بعينيا كده التيومر واعرف موجود فين. الكلام اللي موجود عندنا هنا بقى في الكتاب اللي هو الفارماكولوجيكال تيست، اعتقد يعني من انها اتلغت من الطب، يعني ما عادش حد بيشخص فيه كروموسيتوما بالاختبارات دي. هي الاختبارات كانت معتمده على ايه؟ ان انا عندي نوعين من الفير كروموسيتوما، نوع اسمه ساستين تايب، كلنا فاهمين معناه ان هو على طول التيومر بيطلع كاتيكولامينز في اي وقت، هقيس ضغط العين هلاقيه العين عليه. النوع الثاني اسمه باروكسيزمال، ده بيبقى عباره عن باوتس او اتاكس، فجاه كده التيومر يروح يطلع في الدم كاتيكولامينز فيعلى الضغط قوي وبعدين يرجع يقل المستوى بتاعهم فالضغط يرجع تاني طبيعي. كانوا عشان يشخصوا الباروكسيزمال تايب يعملوا حاجه بيسموها بروفوكاتيف تيست. عارفين كلمه بروفوكيشن دي؟ معناها الحرف يعني استفزاز. يعملوا حاجه اسمها بروفوكاتيف تيست. يعني هدفي من الموضوع ايه؟ ان انا استفز التيومر انه يطلع كاتيكولامينز. كويس؟ فضغط يعلى قوي فاعرف ان انا عندي مشكله في الادرينال ميدال. كانت الفكره اللي فيها ان انا ادي دواء يخلي الادرينال ميدال تريليز كاتيكولامينز، سواء الدواء ده مباشرة هيطلع كاتيكولامينز من المضلة، هو نفسه هيستيميليت الريليز بتاع الكاتيكولامينز، أو يعتمد على ريفلكس. فاكرين قصة الميثاكولين؟ أي بني آدم كده لو قست له ضغطه واديته حقنة ميثاكولين لازم الضغط صح هيقل. ميثاكولين ده كان إيه في الأدوية؟ أنا عارف الدنيا هاصد والأسامي كترت، بس يعني ده ماسكرينيك أجونست هيشغل الإم 3 بتاعة البلاد فيسلز فيوسعها فالريزيستنس تقل فالضغط يقل، مش كده؟ اول ما الضغط يقل اللي بيحس ان الضغط عالي او قل هي البار ريسبتورز. لما تلاقي الضغط قل تحاول تعليه انها تنشط سيمباثيتك كله بقى، مش كده؟ يعني اشاره رايحه للهارت عشان يزيد الكارديك اوتبوت، اشاره رايحه للشرايين عشان يزيد التون بتاع العضلات بتاع البلاد فيسلز يعني، واشاره رايحه للادرينال ميدالا، مش ده تبع سيمباثيتك؟ فيروح يطلع كاتيكولامينز. اي واحد طبيعي هيرجع ضغطه نورمال، مش كده؟ لان ده شغلها انها الضغط القليل تروح مرجعها طبيعي كل شغل السيمباثيتك ده. لو انا عندي بقى تيومر في الادرينال ميدالا وجات اشاره من السيمباثيتك سنترز كده انها تطلع كاتيكولامينز هتطلع كميات كبيره قوي. فتلاقي الضغط بدل ما بيقل بعد ما بيقل كده يروح طالع لفوق كده. وطلعته لفوق دي ان شاء الله وراها مشكله، لان ممكن السادن الفيشن في البلاد بريشر يعمل سريبرال هيموريدج ويموت العيان ويضيعنا العيان بس عشان نشخص ان هو عنده فيل كروموسيت. اللي بيعمل زيه بالظبط دواء اسمه هيستامين، كان بيستخدم زمان في تشخيص الفيوكروموسيتوم. ازاي بيعمل بقى؟ في ناس بتقول ان هو بيطلع كاتيكولامينز مباشره من الادرينال ميدالا، وفي ناس بتقول نفس الفكره ان الهيستامين ده فازو دايليتور قوي جدا فالضغط هيقل فالبارو ريسبتورز هتحس فتبعت اشاره تطلع كاتيكولامينز من الميدالا. بالمناسبه بس عشان الناس قالوا لي كده في الاسئله والحاجات دي، دكتور محسن في المحاضرات قال ان الميثاكولين بيرفع الضغط في اللي عنده فيه كروموسيتوما لسببين. السبب الثاني طبعا الريفلكس ده اكيد موجود ان هو بعد ما الضغط قل، والسبب الثاني ان هو ليه فيري ويك نيكوتينيك اكشن. فاكرين في جدول الكولين استرز كان مكتوب ايه؟ كان مكتوب ماسكارينيك مالوش نيكوتينيك، مش كده؟ هو صحيح كتب الفارما معظمها كاتبه ان هو فيري ويك نيكوتينيك، وجايز يكون ده سبب يعني قدر يشغل النيكوتينيك ريسبتور شويه في الادرينال ميدالا فراح بيطلع كاتيكولامينز. هو ده مش غلط طبعا يعني دكتور محسن مش هيقول حاجه مش غلط مش صح، بس اقصد ان هو الاساس في الموضوع كله ان يحصل ريفلكس نتيجه الهايبوتنشن. كون بقى هو طلع شويه كاتيكولامينز مباشره كده ماشي، لكن الفكره كلها معتمده. عشان كده هتلاقي الرسمه في الكتاب لو اخدت بالك هو حصل ايه بعد الميثاكولين؟ قل الضغط، مش كده؟ لو كان بيطلع كاتيكولامينز على طول كده كان الضغط عالي من اول ما حقنت ميثاكولين. فده بالنسبه بس للجزء بتاع التشخيص. لا ممكن يكون جزء من الموضوع ان النيكوتينيك اكشن مش هيعمل كده طبعا، مش يعني ان اذا كان الدواء ده ليه ماركت نيكوتينيك افكت فراح مشغل النيكوتينيك ريسبتورز بتاعت الادرينال ميدالا راح طلع كاتيكولامينز كتير، لكن هو حتى شغله كنيكوتينيك اجونست از فيري ويك اذا لما لم ياكل ان هو نو افكت خالص. طيب في دواء، اتفضل، في دواء شبههم كده بس هو مكتوب في الكتاب
اختصاره هو مكتوب كده TEA هو يقول عليه تترا ايثايل امونيوم. ده هو كده يعني ده اختصار صح حاجه اسمها تترا ايثايل امونيوم. برضه معتمد على نفس الفكره ان انا هدي دواء يقلل البلد بريشر وبعدين يروح يطلع الفيتيكولامينز من الادرينال. ده النوع اللي بنسميه الباروكسيزمال تايب. النوع اللي هو سستيند او بيرسيستنت بقى اللي هو ضغط على طول عالي وضغط واستمرار طالع كاتيكولامينز من المجلة. كانوا بيعملوا زمان حاجه اسمها الريجيتين تيست. انا عارف يمكن الاسم ده مش مكتوب في الكتاب بس هو الريجيتين ده الاسم التجاري بتاع الفنتولامين. فاكرينه المره اللي فاتت الفنتولامين ده كان الفا بلوكر مش كده؟ كان نون سيلكتيف الفا بلوكر الفنتولامين ده سمعناه المره اللي فاتت. ده الفا بلوكر من الحاجات اللي شبه الهيستامين في التركيبه وكان بيشتغل كومبيتيتيف وبيقفل الفا 1 و2. هو اسم التجاري ريجيتين. فكانوا يعملوا اختبار يسموه ريجيتين تيست ان انا هستعمل الفنتولامين في تشخيص الفيوكروموسيتوم. قبل ما اقول لك بس التشخيص هو اي بني ادم سواء عنده ضغط زي حالتنا كده ايديوباثيك مش عارفين سببه او حتى نورمال بلاد بريشر لو حقنته فنتولامين يحصل له ايه في الضغط؟ يقل شويه صح؟ ليه؟ قفلت الالفا. هي الالفا دي شغاله على طول. الالفا باستمرار جاي لها نور ادرينالين فعمال يمنتين التون بتاعها عشان الضغط يبقى دايما طبيعي. لو انا قفلت الالفا في اي بني ادم هيقل الضغط شويه. هيقل في حدود مثلا 5 الى 10 ملم مركري خلال 5 دقائق بعد الحقنه. تمام؟ لو انا عندي بقى في كروموسايتوما هي اللي معليه ضغطي. وضغطي على طول عالي بسبب النور ادرينالين والادرينالين والشغل الواضح قوي على الالفا 1 مش كده؟ لو انا جيت بقى اديت فنتولامين لا ده يقل قوي بقى مش كده؟ ليه؟ لان الالفا هنا شغاله بزياده. الالفا هي اللي معليه الضغط. فلو قفلت الالفا 1 يحصل سادن هاي بوتنشن بشكل واضح قوي. واضح يعني ايه بقى؟ يعني يقل في حدود 25 35 تقريبا ملي متر بيركري within 5 minutes. يبقى انا بعتمد على ان انا اشوف الضغط هيوطى قد ايه في كل البني ادمين. الفنتولامين هيقلل البلد بريشر. لكن لو قل بشكل واضح قوي برقم كده يعني محترم وصلنا للثلاثينات وكده يبقى معناها ان حصل ان انا قفلت الالفا 1 اللي هي كانت عامله مشكله الهايبرتنشن. الاختبار ده خطر برضه زي اختبار ان انا اعلي الضغط. لان انا لو قللت الضغط فجاه كده بيحصل مشاكل ساعات ان البلاد فلو للفيتال اورجنز بيقل. هي يعني متعوده على ضغط عالي زي البرين مثلا فلو وطيت الضغط قوي يحصل مشاكل وساعات بيحصل ثرومبوزس في الشرايين. عشان كده برضو كان من الاختبارات اللي ممكن تؤدي الى مشاكل في تشخيص الفيري كروموسوم. مش هتفرق. لما هي الفكره كلها انا عايز اقفل الفا 1 فسواء اديت فنتولامين اديت برازوسين هي الفكره واحده. الكلوريدين هنسمعه ان شاء الله دلوقتي بس الحقيقه ما كانش بيستخدم عشان اوطي بيه الضغط. الكلوريدين هنسمعه ان شاء الله الفا 2 اجنس مشهور قوي. كان بيتاخد عشان اشوف هيحصل سبريشن على الادرينال ميدلا ولا لا. يعني اي بني ادم برضه ياخد كلوريدين تلاقي شغل السيمباثيتك بيهدى مش كده؟ بما فيها خروج الكاتيكولامينز من المجلط. لو هي تيومر مش هيقل. لو هي تيومر مش هيستجيب لان حصل انيبيشن على السيمباثيتك لان التيومر بيطلع من غير اشاره سيمباثيتك بيطلع لوحده كاتيكولامينز. فده كان يعني اختبار برضه قديم شويه كان اسمه كلوريدين سبريشن تيست بس يعني الفكره اللي فيه مختلفه عن فكره الفنتولامين. ازاي بقى نعالج الفيوكروموسيتوما؟ لا العلاج بما ان ده تيومر يبقى العلاج صح اكسجن سيرجيكال اكسجن اشيل التيومر ده واخلص منه مش كده؟ الادويه دورها ايه بقى؟ ان انا ادخل عيان اوضه العمليات وضغطه مش عالي فاديله حاجه تقلل الضغط سواء قبل العمليه او حتى جوه العمليه يسموه انتر اوبراتيف. فادي ساعتها الفا بلوكرز عشان بس ايه ما يبقاش فيه هايبرتنشن في العمليه الجراحيه. ومش مهم على فكره يعني حتى لو ما عملتش كده مش مشاكل او الدكتور التخدير ممكن يظبط الضغط. او بقى دور تاني للادويه ان يكون التيومر ان اوبرابل. عارفين في الباثولوجي مش كده؟ ممكن يكون في بعض الحالات التيومر مش قادر اشيله. يعني عشان اشيل الادرينال جلاند دي او التيومر بتاعها هضطر ان انا اشيل مثلا حته بالكدني وفينا كافا واورطه وشويه من العظم وشويه مش عارف من البلفس ما ينفعش. فبيروح الجراح بعد ما يشوف المنظر ده بقى ان هي اوبرابل كده يروح قافل العيان تاني ويمشيه على ادويه وخلاص. يبقى الموضوع بالنسبه لي عباره عن هايبرتنشن ديو تو فيوكروموسيتوما. ايه بقى الادويه الاساسيه؟ الفا بلوكر هي دي اساس العلاج مش كده؟ ان انا ادي الفا بلوكر. مين احسن واحد؟ هو كله ينفع.
يعني في الدولامين ماشي، برازوزين ماشي، لكن احسن دواء فيهم؟ لا مش مساله سيلكتيفيتي. مين الوحيد، الله يكرمك، مين الوحيد اللي بيشتغل نون كومبيتيتيف ايرريفرسيبل، بيمسك في الالفا ريسبتور بكوفيلنت بوند ومهما عالي النور ادرينالين اللي طالع من التيومر هيفضل لازق في الريسبتور؟ الفينوكسبنزامين. يبقى الفينوكسبنزامين هو احسن دواء، هو اقوى على فكره الفا بلوكر، قلناها المره اللي فاتت. بس الميزه الاهم فيه بقى ان هو بيعمل كوفيلنت بوند، فمستحيل يتشال طول ما هو قاعد. الالفا بلوكرز مقفول، الالفا ريسبتور ار بلوكت باي فينوكسبنزامين. لو في مشاكل في القلب يبقى بيتا بلوكر، مش كده؟ لو عايز تريح نفسك وتقفل كله ادي الفا وبيتا مع بعض، اللي هو زي ده بيتا لول. الدواء اللي اسمه الفا ميثايل تيروزين انا افكرك بيه ان شاء الله حالا يعني. بس هو فكرته ايه؟ تفاكر ازاي بيتصنع النور ادرينالين والادرينالين؟ بنبتدي بفينايل الانين، مش كده؟ تيروزين، دوبا، دوبامين، وبعدين نمشي بقى في سكه النور ادرينالين والادرينالين. ايه فكره الالفا ميثايل تيروزين؟ هو بالاسم كده شبه مين؟ شبه التيروزين. فيبتدي يحصل ايه؟ يكمبيت معاه على الانزيم اللي اسمه تيروزين هيدروكسيليز، مش كده؟ فيبتدي خطوات تصنيع الادرينالين والنور تقف. فده كان بيتاخد فعلا، وليه دور يمكن شويه لو الحلقه الاوبرابل ان انا ماشيه على الفا ميثايل تيروزين، او يسموه احيانا الميتايوزين. ميتايوزين ده اختصار الالفا ميثايل تيروزين. الادويه اللي ممنوعه في الفيكروموسايتوما، الجوانيثيدين هنسمعه ان شاء الله حالا، هو يعني لحد ما نوصل له دلوقتي حالا، بس هقول لك ان هو ممنوع عشان بيمنع النيورونال ابتيك اوف كاتيكولامينز. فكر فيها بقى كده، يعني تيومر طلع كاتيكولامينز وراحت عند الالفا والبيتا، وكان المفروض ان شغلها ينتهي لما تدخل جوه العصب، تبعد عن الريسبتور بقى، مش كده؟ الدواء ده مخليها واقفه عند الريسبتور، ما دخلتش جوه النيورونز، فكانه بيزود الايفكت بتاع الكاتيكولامينز. طبعا النون سيلكتيف بيتا بلوكرز بالذات لو اتاخدت لوحدها بقى، مش كده؟ تبقى مشكله. ليه؟ صح، قفلنا الدايليتور بيتا 2 وقفلنا وسيبنا، اسف، الالفا واحد ان اوبوز، بتلاقي الضغط يعلى اكتر من الاول. فاكرين يعني بروبرانول لوحده ما يعالجش الضغط بتاع فيكروموسيتوم، لان ممكن يعلي البلد بريشر اكتر بسبب الان اوبوز الفا افكت. خلصنا؟ نعم. لا، بروبرانول ده اكتر دواء مشهور في مجموعه البيتا بلوكرز، وبيقفل البيتا واحد واثنين، لكن مش دعوه بالالفا بقى. اللي بيقفل الفا وبيتا ده الابيتالول والكارفيدرول مثلا. خلصنا بقى من المجموعه دي. المجموعة الثانية بقى اسمها الادرينرجيك نيورون بلوكرز او الانتي ادرينرجيك دراجز. تعبت بعيد يا محمد عشان ما تكتبش في الاعلان، صح؟ هو انا ما كنتش ما عجبتنيش المرة اللي فاتت. الانتي ادرينرجيك دراجز دي ادوية بتشتغل اساسا على الادرينرجيك نيورون. كويس؟ فاكرين بقى النيورون ده احنا لسه قايلين حالا خطوات تصنيع نور ادرينالين. بالظبط. سيبك بقى من فينايل الانين، مش كده؟ يعني خطوه ما هياش مهم قوي. هو المهم التيروزين يدخل جوه النيورون كده، جوه السيتوبلازم بتاع النيورون، ويتحول الى ماده اسمها دوبا بانزيم اسمه التيروزين، اللي قلنا عليه دايما هو ده الريت ليميتنج ستيب، ده الخطوه اللي ممكن تغير سرعه التفاعل كله يعني. بعد كده الدوبا بيتحول الى ايه بقى؟ كويس، انزيم مهم قوي اسمه دوبا ديكربوكسيلز. وبعدين تمام، لازم الدوبامين ده يحصل له ابتيك، لازم يدخل جوه الفيسكل. على فكره الابتيك هنا اكتف، يعني محتاجين انرجي، محتاجين ترانسبورتر، محتاجين كارير يدخل الدوبامين ده جوه. وجوه بقى ان شاء الله هيتحول الى نور ادرينالين بانزيم اسمه دوبامين بيتا اوكسيديز او هيدروكسيديز، ويفضل متخزن حتى اكشن بوتنشال. يدخل بقى الصوديوم يعمل ديبولاريزيشن، وبعدين يفتح لك الكالسيوم شانلز الفولتج جيت دي، وبعدين يروح حاصل ريليز او الاكسوسايتوز، مش كده؟ اشتغل بقى على الالفا وعلى البيتا حسب المكان، وبعدين اهم حاجه ان يحصل له ابتيك، صح؟ ابتيك فين بقى؟ واحد اهو، اهم واحد بقى اللي هو نيورونال او ابتيك 1. ايه اللي كان بيشيله؟ برافو عليك، حاجه اسمها نور ابنفرين ترانسبورتر، يروح مدخله جوه، مش كده؟ وسمعنا ادويه كتير قوي بتمنع النيورونال ابتيك. سمعنا كوكين، سمعنا تراي سايكليك انتي ديبريسنت، دي ادويه مهمه. جوانيثيدين بقى اللي هيتقال ان شاء الله دلوقتي، حاجه زي فينوكسبنزامين بتاع المره اللي فاتت، كلوربرومازين ان شاء الله في الانتي سايكوتكس،
كل دي ادويه تمنع الابتيك 1. طيب بعد ما دخل جوه بعد ابتيك 1 المصير ايه بقى؟ يا يستخبى صح؟ الابتيك 3 بقى اللي هو جرانيولر وده برضو اكتف ابتيك واللي فضل بره هنا ما دخلش استخبى جوه الفيسكل هيتكسر بايه بقى؟ لا هيتكسر بالماو بس مفيش هنا كومت مش كده؟ الكومت موجود في التيشوز مش موجود في النيرف. الشويه بقى اللي يدخلوا جوه التيشوز هم دول بقى اللي ممكن يتكسروا بالكومت وبالماو واللي نازل بقى على الليفر هيتكسر بالكومت والماو وشويه صغيرين بقى اللي كانوا بينزلوا في اليورين كده ايه؟ انجيو. طيب المجموعه اللي هي ادرينرجيك نيورون بلوكرز هنشتغل على السكه دي بقى. اول واحد فيهم او اول مجموعه فيهم مكتوب عندنا drugs that inhibit release of noradrenaline ومكتوب مثال جواليزيدين وده شبهه كده اسمه البريتيليوم. ما بنتكلمش عليه خالص البريتيليوم ده لكن هو اكنك يعني لو اتسالت فيه او حصل ان هو ظهر في اي سؤال كانه بنعيد نفس الكلام بتاع الجواليزيدين. يا اما ادويه تمنع الستورج بتاع النورادرينالين زي ما قلنا الريزيربين ولو عايز تزود نمره ثلاثه ادويه بتمنع السنتسيس اوف نورادرينالين. صح؟ يعني انا ممكن ماليش دعوه بقى بالستورج ولا بالريليز انا من الاول خالص اقلل تصنيع النورادرينالين. مين يعمل كده؟ لسه قايلينه حالا مش كده؟ اللي هو الالفا ميثايل تيروزين اللي اسمه ميتايروزين ده صح؟ هيتخانق مع التيروزين على الهيدروكسيليز ده فيمنع تكوين الدوبا وبالتالي مفيش دوبامين ولا الباقي بقى. اللي هيعمل نفس الشغلانه دي جاي ان شاء الله بعد شويه كده دواء اسمه الفا ميثايل دوبا. دواء مهم قوي هنشرحه ان شاء الله بالتفصيل بس مبدئيا كده هو شبه مين؟ شبه الدوبا فيقوم يتخانق مع الدوبا على الدوبا دي كربوكسيليز. ياخدوا بقى لمصلحته ويشغلوا لحسابه هو ويقلل تكوين الدوبامين والنور ادرينالين ولو احنا في المضله مثلا يبقى كمان الادرينالين مش هيتكون، كل مجموعه المونو امينز دي هيقف تكوينها. تمام؟ يبقى ده بالنسبه لعمليه الايه او تاثير الانتي ادرينرجيك دراجز حسب هتوقف انهي خطوه منه. عليكم السلام ورحمه الله. لو جينا بقى نتكلم عن الجوانيتيدين والريزيدين. بص في الكتاب كده ثلاث اسطر وثلاث اسطر والعمليه حلوه قوي بس الحقيقه يعني ان هم الموضوع اكبر من كده شويه ف اللي يحب يفهم والله يعني انا عارف ان هم دورهم في الاسئله دلوقتي بقى تقريبا ما فيش يعني بس بما ان احنا يعني بنتكلم بقى علم وانتوا ناس بتوع علم بتحبوا العلم مش كده؟ مش بتحبوا المدرجات ولا حاجه لا سمح الله فيعني بسرعه والله خالص هنشوف كده ايه الحاجات المهمه في الجوانيتي دين والريسيبين. امبارح انا شرحت كل واحد لوحده يعني فخدنا وقت شويه وبعدين صحيت من النوم كده مخضوض قلت ليه ما عملناش جدول؟ قلت ان شاء الله بكره نعمله باذن الله ونمت تاني. لو بنتكلم على السورس بتاعهم ده جاي من سينثيتيك اوريجن مفيش حاجه فيه يعني لها ناتشرال سورس. الريزيربين ده عباره عن الكالويد جاي من بلانت اوريجن. يعني فرق مش مهم قوي لكن لو بنقارن بقى سيبك من الكيمياء انا ما اعرفش ولا واحد فيهم الكيمياء بتاعته ايه خالص نعرف بس ان ده الكالويد بس فيهاش حاجه مهمه يعني. الفارماكوكاينيتكس برضو ما يهمناش قوي قوي تفاصيل هما الاثنين بيتاخدوا اورا يمكن امتصاص الجوانيتيدين وحش شويه ما هوش ليبيد سولوبل قوي ده احسن منه لكن النقطه الاهم الحقيقه ان ده تقريبا ما بيعديش البلاد برين بارير. لكن الريزيربين ليه افكت واضح قوي على السي ان اس لان هو بيعدي بشكل واضح جدا البلاد برين بارير. تعالى بقى نشوف الحاجه المهمه بيشتغلوا ازاي. وعشان يعني برضه يبقى الموضوع كده ادي النيرف اللي احنا بنتكلم عليه ان هو اخره الموضوع فيه ان احنا نصنع هنا نور ادرينالين يبقى قاعد ستورد انسايد ذا فيسكلز كويس؟ بمنتهى البساطه يعني الجوانيتيدين اول حاجه بيعملها انه بيمنع الابتيك اوف ريليست نور ادرينالين يعني النور ادرينالين اللي خرج هنا عند السينابس ده وكان المفروض يرجع بابتيك 1 مش هيرجع كويس؟ وهو نفس الجوانيتيدين بيحصل له ابتيك 1 يعني ايه اللي حصل بقى؟ يعني حصل خناقه ما بين الجوانيتيدين والنور ادرينالين على النت مش كده؟ اللي هو نور ابنفرين ترانسبورتر كانت النتيجه ان النور ادرينالين ما عرفش يدخل جوه تاني لكن اللي اتشال ودخل جوه النيرف هو الجوانيتيدين. بلاش في البيسكل كده خليها لوحدها جوانيتيدين كده كويس؟ وفضل النور ادرينالين قاعد بره. هيعمل ايه هو قاعد بره؟ هيشغل شويه ريسبتور مش كده؟ عشان كده احيانا
لما بدي الجوانتين بالذات لو اديته جرعه كبيره او ثقله ابص الاقيه عالي الضغط في الاول شويه. تفسيرها واضح مش كده؟ ان هو خلى النور ابنفرين قاعد عند الريسبتورز فعمال يشغلها. بس بعد شويه هيحصل له ايه؟ النور ابنفرين اللي بره ده هيتكسر مش كده؟ سواء بقى اتكسر في التيشو اتكسر في الليفر ايا كان بقى. المهم ان هو مع الوقت هيبتدي يحصل له ايه؟ كاتابوليزم او ميتابوليزم. طيب تعالى بقى نكمل قصه الجوانتين. دخل جوه السيتوبلازما وبعدين راح داخل جوه الفيسيكلز. كويس؟ في مثل يعني في الفلاحين معلش احنا بنعتبرنا يعني الناس الفلاحين في مثل يقول لك سكتنا له دخل بحمار مش كده؟ يعني هو دخلناه الاول وبعد كده لما لقى ناس كتير راح داخل بالحمار كمان وبقت قصه. هو عمل كده يعني دخل جوه النرف وماشي لحد سكتنا راح داخل جوه الفيسيكلز برضه سكتنا وراح عامل بقى العمله دي راح طارد النور ادرينالين بره الفيسيكلز. عامل displacement of noradrenaline outside the vesicles وهو اللي قعد جوه الفيسيكلز والنور اللي خرج بقى اخباره ايه؟ ده تلطيش بقى مش كده؟ هيبتدي يتكسر بالماو اللي موجود في السيتوبلازم. كويس؟ نفكر بقى في القصه دي عماله تحصل باستمرار. عمال النور ادرينالين اللي بيخرج خرج ولم يعد ما رجعش ليش تاني وابتدي يتكسر بقى واللي جوه اللي بيتكون جوه ده عمالين نزيحه وانكسره بالماو. فمع الوقت صح يحصل حاجه اسمها depletion of noradrenaline from the adrenergic neuron. يعني النيرف ده تقريبا ما عادش فيه noradrenaline. عشان كده هو مكتوب عليه انه بيمنع ايه؟ يعني الخطوه البسيطه اللي مكتوبه بيمنع ريليز. هو عايز يقول لي ايه بقى؟ ان لما يجي اكشن بوتنشال مش هيبقى فيه اصلا noradrenaline يخرج. عشان كده القصه نهايتها inhibition of release of noradrenaline. كويس؟ واللي قاعد جوه ده الجوانتين. يبقى مع الوقت كان العصب ده اتقطع. كتب الفارما الحلوه كده من ضمنها والله كان عندنا كتاب حلو قوي زمان في كتبنا يعني بس خلاص بقى راح عليه من زمن يقول لك الدواء ده هو بورزبين بيعمل حاجه اسمها فارماكولوجيكال سيمباثيكتومي. يعني ايه؟ بالظبط اكنك او كانك الاثنين صح قطعت العصب وبالتالي ما عادش في نور ادرينالين بيطلع مش كده؟ صح كده؟ طيب بس عملناه بالدواء يعني النيرف سليم اهو بس ما بيخرجش نور ادرينالين. كل ده حصل هنا بقى مع الجوانتين وحصل خلي بالك على مستوى الادرينرجيك نيرون وما حصلش حاجه في السي ان اس لان الدواء ده اصلا ما بيعديش البلاد برين بارير. طيب بص بقى على الريزيربين عمل ايه؟ الى حد كبير قوي النتيجه واحده بس هو دخل جوه نيرون بس ملوش دعوه بالابتيك ولا كويس؟ ما حصلش خناقه مع النور ابنفرين على الكارير اللي بيدخل النور ادرينالين هو دخل جوه سيمبل ديفيوجن بقى او غيره المهم اللي دخل جوه يعني. وبعدين بوظ الفيسيكلز او بمعنى اصح بوظ الترانسبورتر اللي بيدخل الحاجات جوه الفيسيكلز وبوظها بطريقه irreversible. فاكرين الريزربين ده في الترم مش في الترم الاول قصدي في الجنرال كان بيعمل حاجه اسمها ايه؟ هيت اند رن مش كده؟ يعني حركه وحشه قوي يضرب ويجري مش كده؟ المهم ان هو بوظ الترانسبورتر بحيث ان انا مش هقدر ادخل الفيسيكلز جواها حاجه الا لما اصنع ترانسبورتر جديد. طيب هو منع دخول ايه بقى؟ منع دخول الدوبامين صح؟ يبقى انت عملت ايه؟ منعت دخول الدوبامين جوه الفيسيكل معناها ايه؟ منعت التكوين اصلا نور ادرينالين. طيب النور اللي خرج ده اللي خرج عند السينابس ده بيرجع مش كده؟ لان هو ما منعش ابتيك 1 واللي بيرجع بقى ما بيعرفش يستخبى جوه لان هو منع كمان الترانسبورت بتاع الفيزيكولر ابتيك اوف نور ادرينالين. فالنتيجه ان النور ادرينالين قاعد بره هنا يتكسر بالماو. واخبار الدوبامين ايه؟ لا عمال يتكسر بالماو صح؟ مش هو قاعد بره مش محمي وبالتالي عمال يحصل له ما يهمناش طبعا هنا قوي في السيمباثيتك نيرف ما يهمناش قوي الدوبامين حصل ايه؟ خلينا بس على قد ايه؟ نور ادرينالين، النور ادرينالين بقى مش عارف يدخل يستخبى وبالتالي عمال يتكسر بالماء، فالنتيجه ان مفيش نور ادرينالين جوه فبرضه لما يجي النيرف امبلس مش هيخرج حاجه بقى. يبقى ده قصه نهايه الموضوع كله ان العصب ده حصل فيه فارماكولوجيكال سيمباثيك. سهله؟ طيب تعالى بقى قول لي فارماكولوجيكال اكشنز، انا هقول لك المكان وانت قول لي هيحصل فيه ايه؟ البلاد فيسلز هي جاي لها ايه دي؟ سيمباثيتك وبارا ولا سيمباثيتك بس ولا بارا بس ولا ايه الدنيا عامله ايه هنا؟ جاي لها سيمباثيتك صح؟ وغالبا ادرينرجيك
مش كده؟ مع استثناء بقى بتاعت blood vessels of the skeletal muscles والكلام ده، العادي بتاعنا ان العصب ده يكون بيريليز نور ادرينالين شغال الالفا واحد، مش كده؟ انت عملت ايه في العصب ده؟ كانك قطعته، مش كده؟ يبقى يحصل ايه في الالفا واحد؟ لا سيبك من الاب ريجوليشن، حصل هي نفسها ايه؟ مش شغاله، مش كده؟ وبالتالي فين بقى ان شاء الله بازو دايلاتيشن؟ الارتريز ولا فينز ولا ايه الاخبار؟ كله مش كده؟ يعني حصل ارتيريو دايلاتيشن وفينو دايلاتيشن. طب لما وسعت الارتريز عملت ايه في الضغط؟ قللت التوتال بريفيرال ريزيستنس فالضغط قل، يبقى ده ضغط مش كده؟ ولما وسعت الفينز عملت سايد افكت مشهور قوي بيحصل مع الالفا بلوكرز اسمه بوسترال او اورثوستاتيك. ولو قريت في الكتاب كلمه اكزرشنال هايبوتنشن تمشي برضه. اكزرشنال معناها عن مجهود، انت المفروض اثناء الفيزيكال اكسرسايز بتحتاج دم كتير مش كده؟ يرجع للقلب عشان يضخهم. لو الفينز واسعه مش عارف ترجع الدم، فتلاقي واحد مع المجهود ممكن ضغطه يقل قوي. نفس معنى بالظبط اورثوستاتيك او بوستورال هايبوتنشن. طيب ادي حاجه عملناها، والتاني الدواء ده استخدامه يمكن الوحيد هو تريتمنت اوف هايبرتنشن. طب تعالى بص بقى على بقيه الحاجات، على الهارت. الكلام ده على فكره يمشي على الاثنين، لان النهايه في الاخر الاثنين زي بعض، مفيش نور ادرينالين خارج. الار هارت لا سيبك من كل الهارت، اس اي نوت. جلاها ايه دي؟ جلاها سيمباثيتك ولا بارا؟ جلاها الاثنين، لانها عصب سيمباساوي بيطلع نور ادرينالين، وجلاها عصب جار سيمباساوي بيطلع ايه؟ اسيتايلكولين. وهنا في ام 2 وهنا في بيتا 1. سيادتك عملت ايه بقى؟ قطعت ده صح؟ ما قطعتوش قوي يعني، بس ايه وقفت شغل وسبت مين شغال؟ الفيجاس. فيحصل ايه في القلب؟ برادي يعني صح؟ المصحصح قوي بقى ان شاء الله كلنا يعني لسه مصحصحين. الالفا بلوكرز عملت ايه في الضغط؟ وعملت ايه في الهارت ريت؟ سيبك من البرازوسين، سيبك من السيلكتيف اللي هم الحلوين بقى، سيبك خلاف القدام الوحشين، عملوا ايه في البلاد بريشر؟ قللوا عشان وسعوا الشرايين. وعملوا في الهارت تاكيكارديا صح؟ جزء منها كان ريفلكس لما الضغط قل، وجزء منها عشان الالفا 2 اللي كانت انهبيتري وقفنا شغلها. تخلي بالك بقى ان الدواء ده خرج بره قاعده ميريز لو صح؟ كان دايما ميريز لو يقول لي اللي يوطي الضغط يعمل ريفلكس تاكيكارديا، واللي يعلي الضغط يعمل ريفلكس برادي. الدواء ده قلل الضغط ومع ذلك يحصل فيه برادي كارديا، لان العصب السيمباثيتك ده مش شغال. وعشان يحصل ريفلكس، انا عارف ان قصه الريفلكس دي لسه مش واضحه قوي، لما الضغط يقل ازاي بيحصل ريفلكس تاكيكارديا؟ البارو ريسبتور سيمباثيتك سنترز تبعت اشاره عن طريق العصب ده مش كده؟ يروح مطلع نور ادرينالين، يروح مشغل البيتا واحد. لو اي حاجه في السكه مش شغاله مفيش ريفلكس مش كده؟ يعني لو انت قافل الجانجليا مثلا، او لو انت قافل البيتا، او لو انت مخلي النيرف ده ما يطلعش نور ادرينالين، معناها الريفلكس مش هيحصل. يبقى الدواء ده بيقلل البلاد بريشر ومع ذلك ما بيحصلش معاه ريفلكس تاكي، بالعكس بيعمل برادي كارد. البرادي كارد يعني هتبقى كويسه لو انا عندي ضغط عالي، ممكن تقلل الضغط شويه، بس هي في حد ذاتها مشكله. يعني دايما كده ناس، امبارح حد سالني هي البرادي كارد دي وحشه؟ اي تغيير في نظام القلب ده غلط. يعني لو سرعت ضربات القلب دي سايد افكت، لو قللته مشكله، لو خليت الفتره ما بين الامبلس وبعدها مش مظبوطه مش ريجولر، كل دي اسمها اريتميا او مشكله في ضربات القلب. يبقى ده بالنسبه للهارت. يعني كده مثلا شوف بقيه السموث ماسلز. لو بنتكلم مثلا على الاي، تتوقع الجوانتيدين والريزيلبين يعملوا ايه في العين؟ صح، ليه بقى؟ نفس الفكره، انت عندك سيمباثيتك بيطلع نور ادرينالين يشغل لك الالفا واحد بتاعه الدايريتور بيوبيل مش كده؟ وقصادها الاوكيولو موتور اللي هو الباراسيمباثيتك بيطلع اسيتايل كولين يشغل الام 3 بتاعه الكونستريكتور بيوبيلي ماسل، والاثنين شغالين، بس مين دايما واخد الابر هاند؟ الميوزس الباراسيمباثيتك صح؟ الا طبعا اثناء الاستريس. طب انت جيت هنا وقفت شغل ده، الدايليتور خلاص مش شغاله، وفضل الكونستريكتور، فيحصل ميوزس. ما اسموش باسيف بقى مش كده؟ المره اللي فاتت حد قال لي باسيف ميوزس، قلت لكم بتوع الرمد بيزعلوا قوي منها، لان دايما العين ناحيه المايوتيك سايد شويه. يعني مش بنعملش حاجه زياده، ما فيش طاقه بتتصرف قوي عشان اعمل مايوتيك افكت. طيب نظريا لو حطيت قطرة جوانيثيدين في العين عالج ايه؟ لا يحصل طبعا. ليه؟ هيحصل نفس الكلام ده، تحط قطرة جوانيثيدين فالسيمباثيتك سبلاي بتاع العين
مش شغال والبارا شغال فحصل ميوزس. استفدت ايه؟ عالج الجلوكوم. كان زمان الجوانثيدين ده يتحط قطره في علاج الجلوكوم، هو ما عادش موجود بقى عشان الادويه الجديده يعني، لكن نظريا يعني ماشي هل ينفع يعني. مثلا لو انا عايز اضيع شغل من رياتك او حاجه، طيب تعالى بص كده على الجي اي دي. حد لسه ما فهمش القصه، سيمباثيتك مش شغال والبارا شغال، يسموها على فكره في الكتب بارا سيمباثيتك بريدومينانس، يعني هو البارا في معظم الحالات هو البريدومينانت، انت كمان لغيت شغل الحاجه اللي بتعكسه فبدا يشد حلو عليك قوي يعني. يعمل ايه في الجي اي دي؟ زود الموتيليتي بالظبط. فتيجي العيان ده يشتكي لك بكوليكس ودايريا، متوقع جدا ان هو الموتيليتي بتاعت الجي اي تي زادت فحصل مغص ويمكن يحصل اسهال. سيبك بقى من بقيه الحاجات اللي لو بنتكلم مثلا على سكس اورجن، مين سكس اورجنز؟ انت عملت ايه بقى؟ انت البارا شغال فمفيش مشكله في الاريكشن مش كده؟ لكن السيمباثيتك هو اللي وقف فيحصل فيلير او ديلي ايجاكيشن. لو بنتكلم مثلا على الانف يحصل صح فازو دايليتيشن في النيزل ميكوزا فنحصل نيزل كونجشن او نيزل ستفنس. انت لو ركزت بقى في الحاجات دي هتلاقي عيوبهم شبه قوي عيوب الالفا بلوكر. المره اللي فاتت اللي فينا فاكر كانوا بيوطوا الضغط ويعملوا بوستر هايبوتنشن مش كده؟ ويعملوا نيزل كونجشن او نيزل ستفنس ويعملوا فيلير اوف ايجاكيوليشن في الميل. الحاجات دي كلها شبه لان الموضوع تقريبا واحد. انت بدل ما تقفل الالفا المره اللي فاتت وقفت العصب اللي بيطلع حاجه تشغل الالفا. الفرق الاساسي بين الاثنين ايه؟ صح الهارت ريت. الفرق بين الاثنين الهارت ريت مش كده؟ مع الالفا بلوكرز غالبا بيحصل تاجي، لكن هنا مفيش بقى تاجي، بالعكس هنا في برادي كارديا لانك انت موقف السيمباثيتك سبلاي للقلب وسايب البارا سيمباثيتك. من الحاجات بقى المشهوره قوي في الريزربين والجوانثيدين السليفري جلاندز. يحصل فيها ايه؟ يعني انا مدي ريزربين او مدي جوانثيدين صح تلاقي السكريشن زياده ووتر سكريشن زياده، والاسوء من كده ان في كونجشن جامد. ليه كونجشن؟ ليه؟ مازو دايلاتيش. انت وقفت السيمباثيتك سبلاي للبلاد فيسلز بتاعت الغده مش كده؟ فالغده انت عارف البروتيد دي حواليها كبسوله جامده كده، فالبروتيد لما تكبر كده نتيجه الكونجشن والسكريشن تعمل وجع جامد قوي وتورم، يعمل بروتيد بين ويعمل بروتيد سويلنج. وكانوا زمان بيتلخبطوا ما بينها وما بين المامبس، الناس اللي جالهم مشكله الغده النكافيه تلاقي الغده ورمت كده ومحتقنه وتوجع ويطلع المشكله كلها انه بياخد جوانثيدين. هو ده اللي كان الدواء المشهور قوي اللي بيعمل مشكله السويلنج والبين اوف ذا باروتيد جلاند. يبقى تقريبا خلصنا كده بقى من الحاجات اللي بيعملهم. فاضل بقى ان شاء الله ريزربين على السي ان اس. عمل ايه بقى ريزربين على السي ان اس؟ انت اخدت بالك وعمل ايه لما اشتغل؟ عمل ديبليشن اوف نور ادرينالين صح؟ نفس الفكره النور مش عارف يدخل جوه الفيسيكلز فعمال يتكسر، وعمل ديبليشن اوف دوبامين نفس الفكره، وبالمره بقى عمل ديبليشن للسيروتونين صح؟ السيروتونين على فكره لما ناخد ان شاء الله يمكن المره الجايه على طول باذن الله هنعرف ان هو مونو امين شبه دول قوي، يعني بيتصنع من امينو اسيد وبيحصل له ابتيك ويدخل جوه فيسيكلز ويخرج ويتكسر بالماء وكل الحاجات. فانت منعت كمان الجرانيولر ابتيك اوف سيروتونين هو ال 5 HT او ال 5 هيدروكسي تريبتامين، فبدا السيروتونين كمان يقل. مين بقى يقول لي كده لما الثلاث حاجات دول يقلوا يحصل ايه؟ صح الحاجات دي لما تقل الاول يحصل سيديشن مش كده؟ ويحصل نايت ميرز كوابيس. فاكر البيتا بلوكرز اللايكوفيلك؟ مش هم لما هبطوا السيمباثيتك عملوا كده؟ عملوا سيديشن ودراوزنس وعملوا نايت ميرز ويمكن يعملوا اكتئاب. طبعا ده اكيد يعمل سايكنج ديبرشن. الشاطر قوي بقى قوي يقول لي ريزربين ده زمان كان بيعالج ايه في السي ان اس؟ هو خلي بالك عمل ايه؟ قلل سيروتونين ودوبامين ونور ادرينالين مش كده؟ الحاجات دي لما بتقل بتعمل اكتئاب، لكن لما كانت بتزيد كانت بتعمل ايه؟ في الاول تعمل ايفوريا دي حلوه، لكن لما تعلى بقى وتضرب فوق تعمل سايكوزس مش كده؟ فكان زمان الريزربين ده بيتاخد از انتي سايكوتيك. فكرته واضحه جدا ان انا بحاول اقلل الحاجات الزياده اللي عامله لي بقى اعراض الشيزوفرينيا مثلا اللي هي المشاكل بقى الديليوجنز والهلوسينيشن والكلام اللي احنا قلنا. طبعا لا يستخدم دلوقتي عشان ادويه احسن منه عشان مشاكله، لكن الفكره كانت صح. طيب تعالى بقى نكمل كده. هو قلل الدوبامين يبقى غير انه عمل اكتئاب او ساهم في الاكتئاب هو يعمل ايه؟
باركنسونز مش كده؟ طيب بيسموه ايه المرض اللي بسبب دواء؟ بيسمى ايه في الجينرال فارماكولوجي كده زمان؟ اياتروجينيك. يبقى العيان ده ممكن مع استعمال الريزيبين يجيله حاجه اسمها اياتروجينيك باركنسونز. بالظبط. الفرق بقى بينه وبين الايديوباثيك باركنسونز، الباركنسونز اللي انا مش عارف حصل ليه ده، ان ده غالبا هيخف لما اوقف الدواء، ريفرسبل يعني. طيب امبارح سالتهم بقى وجاوب والله، الدوبامين ليه علاقه بالبرولاكتين صح؟ الدوبامين والبرولاكتين في صله بينهم كده، دوبامين يساوي برولاكتين انهبيتوري فاكتور، او برولاكتين ساعات يسموه انهبيتوري هرمون. يعني طول ما في دوبامين البرولاكتين بيقل والعكس. طيب انت عملت ايه في الدوبامين؟ بالريزيبين ده فضيت البرين تقريبا من الدوبامين، فيحصل ايه في البرولاكتين؟ يزيد. اسمها ايه بقى؟ يزيد البرولاكتين في الدم، فيسموها هايبر برولاكتين ايميا. صح؟ تعمل ايه في الستات؟ الستات اللي عندهم برولاكتين عالي يحصل فيهم، فاكرين اكيد الفايز، حاجه اسمها جالاكتوريا امينوريا سيندروم، مش كده؟ يعني يبدا يحصل ميلك سكريشن حتى لو هي مش لاكتيتنج ولا بريجننت ولا اي حاجه، ويحصل انيبيشن اوف اوفيوليشن، وبالتالي يعمل اوب، تيجي الست ما بتخلفش لان عندها جالاكتو، عندها مشكله الهايبر برولاكتين. في الرجاله يعمل ايه بقى؟ صح، جينيكو ماسك انلارجمنت اوف ذا ميل بريست، ويحصل برضه امبوتنس او يحصل يعني الفيرتيليتي، خليها عشان ما تبقاش امبوتنس دي ليها معنى، يبقى يحصل مشكله برضه في الانجاب بالنسبه للراجل والست. عشان كده دكاتره النساء لما يجي لهم كابل كده عندهم مشكله في الانجاب يخلوا الراجل والست يقيسوا برولاكتين. صح؟ يعني هيقيس البرولاكتين في الميل والفيميل، لان هو زيادته في اي واحد من الاثنين ممكن يعمل انفيرتيليتي. يبقى الدواء ده مشاكله ايه بقى؟ وخليها بقى ان شاء الله قانون كده، اي دواء يقلل المونو امينز في البرين يبقى عمل سايتنج ديبرشن، قلل الدوبامين يبقى هحط معاه ايتروجينيك باركنسونيزم وهايبر برولاكتينيميا، ومشاكلها بقى في الرجاله والستات. عشان كده بقى لو اخدت بالك الدواء ده تقريبا استخدامه في الطب بقى قليل جدا، بالذات الريزيبين، لان هو كل الكلام السي ان اس ده ما يحصلش مع الكواليتي، يحصل بس مع ده اللي بيعدي البلاد برين بارير. مره جه سنه من السنين كده، كانت سنه كبيسه قوي والله، جه امتحان الفارما، يمكن قلت لكم عليه وهقول لكم عليه دايما، يعني امتحان الفارما ما كانش فيه سؤال على دواء، يعني اربع خمس اسئله كبار كده، وراس السؤال عباره عن فزوره انيوميريت ادويه بتعمل كذا، او انيوميريت ادويه لايف سيفنج في كذا، وكان من ضمن الكذاهات دي بقى انيوميريت ادويه بتعمل جينيكوماستيا. واتكلم بقى على اي واحد يعجبك بقى، يعني انت ومع نفسك بقى، قول بقى ميكانيزم، قول يوزس، قول اي حاجه، ايه اللي يعمل جينيكوماستيا؟ لا الفكره، سيبك بقى من الايه؟ من الحفظ، يعني فكره ان انا افكر في اي حاجه، اي حاجه تقلل الدوبامين مش كده؟ او توقف شغل الدوبامين. يعني ايه؟ عارف يا دكتور، برافو عليك، ان يكون الدواء ده اما بيفضي البرين من الدوبامين مثلا زي ده، وزي الدواء اللي جاي الفا ميثايل دوب، يا اما يكون دواء بيقفل الدوبامين ريسبتور في البرين فيعمل لي مشكله اسمها هايبر برولاكتين. في غيرهم طبعا كتير، يعني هنسمع ان شاء الله قريب في الكارديو باسكولار ده اسمه ديجيتاليز، تركيبته الكيميائيه ستيرويد، يعني شبه الاستروجين، فممكن يعمل مشكله جينيكوماستيا. الاستروجين نفسه ساعات بيتاخد في الرجاله، الاستروجين بيتاخد في حالات الكانسر بروستيت عشان بيعمل او من انواع من الكانسر يعني في البروستيت او التستيكلز او غيره، عشان بيعمل شغل على انهبيشن على الاف اس اتش والال اتش، نعرف الكلام ده بعدين، بس اقصد ان خلي دايما الفكره في ذهنك كده، ان طالما جينيكوماستيا يبقى غالبا ليه علاقه بالدوبامين مبدئيا كده، وجايز بقى يكون السبب ان انا باخد دواء تركيبته شبه الاستروجين زي ما قلنا مثلا الديجيتاليس او حاجه اسمها الدوستيرون انتاجونس، هنسمعهم ان شاء الله بعدين. خلصنا كده بقى من الريزيبين والجوانتيدين، شفتوا بقى سهلين ازاي، تلاتوستر اهو، تلاتوستر خلصوا على طول. المجموعه بقى الجايه مجموعه مهمه الحقيقه في الطب، اسمها السنترال اكتنج سيمباثيتك ديبريسنس، ورجعنا احنا قسمناهم زي ما قلنا الى الفا 2 اجونست، هنتكلم على الكلونيدين والالفا ميثايل دوبا بالتفصيل، الجوانفاسين والجوانابنز اسامي عشان الام سي كيو، يعني لو حصل ان هم ظهروا في سؤال يبقى هم زيهم بالظبط زي الكلونيدين وزي الالفا ميثايل دوبا. المجموعه اللي اسمها الاميدازولين اجونست اللي هي الاي 1 اجونست، فيها اسمين عشان برضو اسئله المالتيبل تشويس، ريلمينيدين وموكسونيدين، دول بيشتغلوا على الاي 1 في السي ان اس، والاي 1 ده عامل زي الالفا 2، لما تديه تقلل السيمباثيتك اوت فلو من السيمباثيتك سنترز،
فبيقلل شغل النور ادرينالين وبيقلل السيمباثيتك فبيعالج البلد بريشر. تعال بقى على الالفا 2 اجونست المهمين. وقبل ما اشرحهم لك ان شاء الله، انتوا بقى بما ان احنا لسه طالعين من امتحان ولسه فريش كده وحلوين، قول لي بقى الالفا 2 ده كان فين وبيعمل ايه، ويبقى الموضوع كده ان شاء الله خلص. نعم. لا عايزين اماكن بقى مش موجود في حتت كتير ويوه وياما بقى وبتاع. الفا 2 سي ان اس صح؟ بيعمل ايه بقى في سي ان اس؟ انيبيشن للسيمباثيتك سنترز زي الفازو موتور والكارديو ستيميلاتري، فبيقلل ما يسمى بالسيمباثيتك اوتفلو. انا عايز بس ليها ترجمه شويه دي كلمه دي. يعني ايه انا قللت شغل السيمباثيتك سنتر؟ هو السيمباثيتك سنتر دي باختصار بقى عشان ما تبقاش يعني رسمه مش تفصيليه قوي، لكن السيمباثيتك سنترز بعتين اشاره كده للهارت صح؟ يشغل البيتا واحد، وبعتين اشاره للبلاد فيسلز يشغل الالفا واحد، وبعتين اشاره للكدني تشغل البيتا واحد فتطلع رينا صح؟ مش ده شغل السيمباثيتك؟ بيعلي الضغط عشان كده. هنا هتشغل البيتا هتزود الكارديك اوتبوت، هنا هتشغل الالفا فهتزود التوتال بريفرال ريزيستنس فالضغط يزيد، ومعاه بقى شغل الرينال انجيوتنسين والكلام ده. طيب انا لما هدي الفا، لما شغل الالفا 2 يعني هقلل السيمباثيتك اوت فلو، معناها الاشاره اللي رايحه هنا وهنا وهنا قلت مش كده؟ فبدا الهارت ريت يحصل فيه ايه؟ او الكارديك بروبرتيز تقل والبلاد فيسلز توسع والرينال يقل، خلاص انت كده قللت البلاد بريشر صح؟ طيب الالفا 2 موجوده بري سينابتك. يعني ايه بري سينابتك؟ فين بقى؟ يعني في اللي انا رسمه ده هي رسمه وحشه قوي، بس يعني لو وضحنا كده الاقي البري سينابتك ده موجود فين؟ على البتاع الصغير ده مش كده؟ هو طبعا المفروض العكس، المفروض ان السيمباثيتك بيبقى ده اطول من ده، بس يعني خلاص انتوا عرفتوا بقى القصه. الالفا 2 موجوده بري سينابتك، يعني موجوده على العصب اللي رايح على الافكتور اورجن. كانت شغلتهم ايه الالفا 2 دي؟ لما تشغلها تقلل خروج النور ادرينالين، يبقى اخبار البيتا 1 ايه؟ مش جاي لها نور ادرينالين كتير فتهدى، والالفا 1 تقل شغلها والرينال يقل خروج. وخلي بالك ان هنا في الفا 2 هنقوله دلوقتي حالا ان شاء الله على الجاكستا جلور ابريتس ده، في بيتا 1 كان بيستيميليت الرينال والفا 2 بيقلل الرينال، يبقى انا برضو من ضمن الحاجات اللي هعملها في الضغط ان انا اقلل الرينال. هما دول الثلاث حاجات الاساسيين في الالفا 2 اجونست، ان انا اللي عن طريقهم بقلل الضغط. لكن في اذر سايتس للالفا 2، في تاني الفا 2 فين تاني بقى؟ اه صح، بيعمل ايه في العين؟ بيقللوا خروج ال، برافو عليك، بيقللوا الفورميشن اوف ايكوس هيومر فبيقللوا الانترا اوكيولار بريشر. يبقى في اجوبه منهم بتتحط اطره مهمه في علاج الجلوكوم، مش الكلوريدين ولا الالفا ميثايل دوب. في ادويه ثانيه هنسمع اسمها ان شاء الله دلوقتي ونكملها بقى لما ناخد الاي فارماكولوجي، افكرك ان في ادويه الفا 2 اجونست بتتاخد في الجلوكوما. في اي نوع من الجلوكوما؟ اوبن انجل، لان دايما النارو انجل علاجها سيرجيكال، لان عندي مشكله في الزاويه نفسها، فده يتاخده غالبا في النوع اللي هو فيه فورميشن كتير شويه، ويبقى الهدف منه ان انا اقلل شغل السيلري او السيلري ابيثيليوم. يعني ايه كمان؟ موجوده في الادبوس تيشو صح، بتقلل اللايبوليسز، موجوده في البنكرياس بتقلل الانسولين ريليز، موجود على البليزتس الحاجه الوحيده اللي بيزيد شغلها لو فاكر بيحصل اجريجيشن. بما ان احنا ما خلصناش السكيلتال ماسل ريلاكسنس، ان شاء الله هنرجع لها يعني قريبا، عايز بس اقول لك ان في الفا 2 موجوده في السباينال كورد، بتقلل الامبلس اللي رايحه على السكيلتال ماسل او اللي رايحه على السوماتيك نيرف. يبقى الالفا 2 هنا برضه انهبيتوري، شغلها انها تقلل الاشاره العصبيه اللي رايحه تعمل ستيميليشن اوف ذا سكيلتال ماسل. يبقى اعمل بيهم ايه؟ اعالج بيهم؟ لا مش التريبلز ولا الكونفرجنز، الكونفرجنز حاجه سنترال حاجه سي ان اس، لكن عالج بيهم اللي عنده سباز في السكيلتال ماسل مش كده؟ انتوا بتذاكروا؟ لا هو مش هينهبت قوي الموتور اريا في سي ان اس مش كده؟ هو هينهبت السيمباثيتك سنترز. وانتوا بتذاكروا سمعتوا عن حاجه اسمها سيريبرال بولسي مثلا مش كده؟ او وانتوا بتحلوا اسئله ولا ما حصلش؟ بيبقى مشكله اثناء الولاده بتقول الطفل عنده سبازم في عضلات كتير قوي. واحد اتخبط، واحد عنده ارثرايتس، اي حاجه عامله سكيلتال ماسل سبازم ممكن ادي حاجه تشغل الالفا 2. طيب يبقى خلصنا كده من الاماكن اللي فيها الفا 2،
لو جينا بقى نبص على الدواء الاولاني الاول اللي اسمه الفا ميثايل دوبا، بس يعني معلش في الكتاب كده هو مديك الالفا تي 2 موجودين فين وشغلهم ايه، وبالتالي البلد بريشر هيقل. وبعدين مدي معلومه مهمه الحقيقه، ان الالفا 2 اجونست من ضمن مزاياها انها بتوسع الرينال بلد فيسلز، ومكتوب هنا انها بتقلل الريزيستنس اوف رينال فاسكوليتشر، نفس المعنى ان انا بوسع رينال بلد فيسلز، فينفع كويس قوي لو انا عندي مشاكل ضغط مع رينال انتربت. هو الدنيا حر ولا انا بتاعي؟ هو ده التكييف ده مش كده؟ طيب معلش يا شباب، لو انا بس احمد ممكن شويه كده بوز. يا بعدين هو بيعمل فازو دايليتيشن اوف رينال بلد فيسلز، على فكره دي نقطه مهمه ان شاء الله لما ناخد الهايبرتنشن، لان كتير قوي من مرضى الضغط عندهم مشكله في الكدني، ودايما ان شاء الله كده بتوع البطنه كانوا يقولوا ان الهايبرتنشن والرينال امبيرمنت او رينال ديسفانكشن يعني جو هاند ان هاند. يعني ايه؟ يعني الضغط العالي والكدني البايظه يعني دايما في كده صله بينهم، سواء بقى ان الضغط العالي هو اللي بوظ الكلى لان انا ما كنتش بعالج الضغط كويس، او تكون الكدني البايظه دي هي اللي عملت هايبرتنشن، تكون هي سبب من اسباب السكندري هايبرتنشن. فدايما دايما بيبقى عندي في بعض الحالات ادويه ضغط بتقلل الرينال بلاد فلو، ابعد عنها لو انا عندي رينال امبيرمنت، وادور دايما على الدواء اللي بيزود شويه الرينال بلاد فلو. دول بقى من ضمن الادويه الكويسه اللي ممكن تعمل زياده في الرينال بلاد فلو. لو جينا بقى نتكلم على الالفا ميثايل دوبا كده يعني تركيز، يعني ان شاء الله هو الدواء ده ويل ابزورب الاورال، ما فيهوش مشاكل خالص في الامتصاص، حلو قوي. اللي يحب يعرف هو الدواء ده من الادويه اللي يحصلها ميتابوليزم في الجي اي تي. فاكرين حاجه اسمها الفيرست باس افكت مش كده؟ ان الدواء جزء منه يتكسر وغالبا هيتكسر في الليفر، احنا كنا بنسميه هيباتيك فيرست باس. ادويه قليله قوي بتتكسر في الجي اي تي فيقول عليها جات فيرست باس. فاكر بقى اللي بيتكسر بالاتش سي ال مثلا زي انواع من البنسلين، اللي بيتكسر بالبروتيوليتيك انزيم زي الانسولين واي دواء بولي بيبتايد. كان في ادويه بتتكسر في الميوكس ممبرين بتاع الانتستين، وقتها في الجنرال كان مكتوب كلوربرومازين لو فاكرين، دواء اسمه كلوربرومازين بتاع السايكوزس ده، مش مهم. المهم يعني افتكر النهارده ان الالفا ميثايل دوبا من الادويه اللي ممكن برضه يحصل لها ميتابوليزم في الانتستينال ميكوز. النقطه المهمه فيه بقى انه بيقدر يعدي البلد برين بارير، فتوقع بقى شغل ان شاء الله على السي ان اس. طريقه شغله بقى ميكانيزم اوف اكشن بتاع الالفا ميثايل دوبا، برضه هنرجع تاني كده نشوف الادرينرجيك نيرف ونشوف المكان اللي بيشتغل عليه الالفا ميثايل دوبا فين. ادي النيرف اهو اللي هو المفروض بقى زي ما قلنا يعني خلاص بالتالي كلنا زهقنا بقى من الكلام ده، تيروزين لدوبا الدوبامين مش دعوه، الدوبامين بيتحول لنور ادرينالين، وهنا في انزيم مهم قوي اسمه دوبا ديكربوكسيز. كويس؟ طريقه شغل بقى الالفا ميثايل دوبا، انتوا ما تقلقوش مش هيحصل حاجه، هو انتوا زعلانين ولا خايفين من الصوت؟ لا لا ان شاء الله مش هيحصل حاجه. الالفا ميثايل دوبا بيكمبيت مع الدوبا على الدوبا ديكربوكسيز، مش كده؟ عارف بقى النتيجه ايه؟ ان انت وقفت الشغل الاصلي بتاع الدوبا ديكربوكسيليز، منعت ان هو يحول الدوبا لدوبامين. كويس؟ وبالتالي منعت تحوله الى نور ادرينالين. يبقى دي حاجه عملناها ان احنا قللنا الى حد ما خطوات تصنيع نور ادرينالين. الاهم من كده بقى هو نفسه الالفا ميثايل دوبا لما خد الدوبا ديكربوكسيليز لمصلحته، مش ده فكره الكومبتيتيف انيبيشن ان هو يوقف الشغلانه، هو بقى لايه؟ بقى سبستريت للانزيم، هيتحول لايه؟ هيتحول لالفا ميثايل دوبامين، صح؟ وبعدين يدخل جوه الفيسيكلز يتحول لالفا ميثايل نور ادرينالين. مش هو نفس الفكره؟ بس كل المشكله او كل الزياده ان في ميثايل جروب. طيب ايه بقى دور الالفا ميثايل نور ادرينالين ده؟ هو ده اللي بيشغل الالفا دي. هو ده الالفا 2 اجونست وليس الالفا ميثايل دوبا شخصيا. فهمنا الفكره؟ عشان كده لو قلت لك بقى give reason الالفا ميثايل دوبا is considered as a pro drug. سهل بقى مش كده؟ هو برو دراج معناها ايه؟ ان هو ان اكتف ويتحول لاكتف ميتابولايت، هو ده اللي حصل مش كده؟ ان هو ما بيعملش حاجه، لكن لما تحول عن طريق شغل الدوبا دي كربوكسيليز ودخل جوه الفيسيكل اداني مركب اكتف اسمه الفا ميثايل نور ادرينالين، هو ده اللي شغل الالفا دي.
لا ما بيتصنعش لان انا ما عنديش الفا ميثايل دوبا في جسمي. لا الالفا دي شغاله بالنيورو ترانسميترز اللي موجود عادي، لكن انا لو عايز بقى ازود شغلها بدي دواء يكون سبيسيفيك عليها او يعني اجونست مخصوص على الالفا دي. خلي بالك بقى كتاب القسم كاتب معلومه برضو كويسه ان الالفا ميثايل نور ادرينال ده بيعتبروه في الكتب فولس ترانسميتر. يعني ايه كلمه فولس ترانسميتر دي؟ يعني هو عايش في دور الكيميكال ترانسميتر صح؟ يعني عايش في الدور قوي يتكون وتخزن ولما تيجي اكشن بوتنشال بيخرج لكن ما هواش النيتشرال نيورو ترانسميتر، فيقول عليه كده ان هو فولس ترانسميتر. يبقى ده بالنسبه هو بقى كام برو دراج في المنهج دلوقتي يا فايز؟ ده الثالث تقريبا مش كده؟ مين الاولاني بقى ومين الثاني ومين؟ الاول بتاع العين، اول واحد عدى علينا تقريبا كان الدايبنفرين اللي بيتحول جوه العين لادرينالين وعالج بيه جلوكوما وكان حلو بقى، ما كانش توكسيك على العين وكان بيدخل بسهوله عشان ليبيد سوليبل. والمره اللي فاتت ايوه هو لو حتى عرفنا بالمره حلو قوي، والمره الجايه نعرف بالاسم الدواء بقى. فينوكسيبنزامين صح، كان بيتحول اكتف ميتابولايت اسمه ايثايلين امونيوم. الالفا ميثايل دوبا ده يمكن اشهر واحد، ان هو بيتحول عن طريق الانزيمز الى الفا ميثايل نور ادرينالين. طيب شغال الالفا 2 انت سيادتك استفدت ايه بقى؟ صح شغلنا الالفا 2 سنترالي فقللنا السيمباثيتك اوت فلو، يبقى الاشاره اللي رايحه على الهارت بتقل، يبقى الهارت ريت اخباره ايه؟ براديكارديا. والاشاره اللي رايحه على الشرايين قلت فقللنا التوتال بريفرال ريزيستنس، واللي رايحه على الفينز قلت فممكن يحصل شويه فينو دايلاتيشن وبوسترال هايبوتنشن، مش مشهور قوي لكن موجود طالما وسعت الفين شويه. والاشاره اللي راحت على الكدني قلت رينال. وبعدين عملت ايه كمان؟ شغلت الالفا 2 بري سينابتيك، مش نفس الكلام اللي قايله حالا؟ عملت ايه بقى؟ قللت خروج النور ادرينالين، يعني لو لسه في نور ادرينالين بيتكون جوه النيرف انت كمان منعت خروج. وبعدين شغلت الالفا 2 اللي موجود على الجاكستا جمر ابريتس شخصيا بقى وقللت الرينين زياده. لما تجمع كل الكلام ده يبقى انت قللت الارتيريال بلاد بريشر. يبقى الدواء ده يعالج هايبرتنشن، يعالجه يعني سبيشالي في حالتين، الناس اللي عندهم رينال امبيرمنت وعرفنا السبب انه بيزود الرينال بلاد فلو فحلو، وده احسن دواء في الهايبرتنشن ان بريجنانسي. فاكر النهارده اول ما بدانا قلنا الابيتالول موصوف انه بيتاخد في الحوامل ما فيهوش منه مشكله، ده بقى احسن منه كمان، يعني لو واحده ست حامل وضغطها بدا يعلى دواء ده اسمه الدوميت في السوق، يبقى ده احسن دواء. طبعا ليه مزايا كتير بقى، يعني ما هوش تيراتوجينيك، ما بيعملش مشكله على البلاسينتا فلو، في ادويه لما تقلل الضغط الفلو من الام للفيتس عن طريق البلاسينتا بيقل شويه فبيعمل مشاكل، ده بقى ما عندوش اي مشكله، فهو ده دراج اوف تشويس هايبر تنشن ديورينج بريجنسي. بالمناسبه بقى فضلي خطوت تمام لا انا ما قلتش على الفا 2 بس، هو اللي خرج ده هو اللي شغل الفا 2، يعني الالفا ميثايل نور اللي هو هيحصل في كل مكان بس الالفا ميثايل نور ادرينالين ده ما بيعرفش يشغل بيتا واحد قوي ولا بيعرف يشغل الفا واحد قوي، فكل الفكره ان هو بيشغل المكان اللي فيه الفا 2 بايه؟ اعمل بلوك؟ لا صح مش بلوك بقى بس شغلها هيقل صح، وده من ضمن الحاجات اللي مطلوبه في الناس اللي عندهم ضغط. يعني هو لما اقول لك مثلا ليه البلاد فيسلز وسعت كويس؟ بقى لاسباب كتيره من ضمنها ان انا شغلت الالفا 2 بري سينابتيك فالنور ادرينالين بطل يخرج، وفي نفس الوقت عندي حاجه ثانيه عملتها بقى ان انا قللت كمان السنت بتاع النور ادرينالين من جوه، يعني الفيسيكال نفسها ما بقاش فيها كميات كبيره من النور ادرينالين. فالمحصله لكن هو ما اقدرش اقول ان هو عمل بلوك لحاجه، هو انا بس بقى مانع الادونست اللي ممكن يكون بيوصل طبيعي للالفا 1 او البيتا 1. بالمره بقى الدواء ده عمل ايه في السي ان اس؟ ركز كده فيه، هو الدواء ده منع تحول الدوبا لدوبامين صح؟ يبقى الدوبامين قليل وبالتالي النور ادرينالين والادرينالين قليلين. طيب خد بقى بالمره المعلومه دي، السيروتونين اللي هنقوله ان شاء الله المره الجايه هو اسمه الحقيقي يعني 5 هيدروكسي تريبتامين كويس؟ اسمه كده 5 اتش تي اختصار 5 هيدروكسي تريبتامين. ده محتاج انزيم شبه الدوبا ديكربوكسيليز عشان يتصنع. هو
هو بيتصنع من حاجه اسمها 5 هيدروكسي تريبتوفان، مش لازم تفاصيل قوي النهارده، وبعدين يتحول ل 5 هيدروكسي تريبتامين اللي هو السيروتونين ده عن طريق انزيم هو نفسه الدوبا دي كربوكسيليز. بس مش هينفع اسميه هنا دوبا دي كربوكسيليز، مش كده؟ لان السبستريت ما هواش دوبا. يتسمى اسم طويل كده اسمه الاروماتيك امينو اسيد دي كربوكسيليز. انسيها خالص بقى يا ساره، خلينا نفتكره كانه هو الدوبا دي كربوكسيليز. كويس؟ يبقى انا عملت ايه بقى لما اديت الفا ميثايل دوبا؟ قللت تحول الدوبا لدوبامين والدوبامين لنور ادرينالين، يبقى الاثنين قلوا. وقللت تحول ال 5 هيدروكسي تريبتوفان ل 5 هيدروكسي تريبتامين، يبقى السيروتونين اخباره ايه هو كمان؟ بقى شبه ايه كده في البرين؟ صح، بقى شبه الريزيبين. بس طبعا الريزيبين اعنف لانه بيعمل ديبليشن لكل المونوامين بشكل اكبر يعني. بس قول لي بقى انت متوقع عيوب ايه؟ سيروتونين قليل ونور ادرينالين قليل ودوبامين قليل، يبقى متوقع سايكيك ديبريشن. صح، الثلاثه مع بعض كده يعملوا اكتئاب. دوبامين قليل يبقى ايتروجينيك باركنسونيزم، ودوبامين قليل يبقى برولاكتين عالي هايبر برولاكتينيميا. عملت لي ايه بقى ان شاء الله؟ جينيكوماستيا وامبوتنس او انفيرتيليتي في الرجاله، وجالاكتوريا امينوريا سيندروم في الستات. نفس الكلام بالظبط، كان احنا بنعيد السي ان اس اكشن بتاع بيرزيلبين بس بشكل يعني اقل شويه. طيب لو جينا بصينا بقى على اعتقد يعني احنا ان شاء الله قلنا كل الميكانيزم اوف اكشن. اذا ما كانتش واضحه في الكتاب ان هو برو دراج يا ريت تكتبها. انا مش فاكر هي وكان مكتوبه وسط الكلام ولا لا، بس لازم نفتكر ان الالفا ميثايل دوبا ده مش هو اللي بيشتغل، لازم يتحول لاكتف ميتابولايت. في نقطه انا نسيت اقولها امبارح بقى، ف يعني برضو علمت عليها كده، ان انا لما بدي الفا ميثايل دوبا النقطه اللي هي قبل نمره 4 في الميكانيزم. هي مكتوب ديكريز بوث، مش كده؟ في ام اي حاجه غريبه كده. الفي ام اي ده جاي منين؟ تكسير النور ادرينالين والادرينالين، هم اخبارهم ايه في الجسم؟ قليلين، يبقى الميتابولايت بتاعهم اكيد في اليورين قليل. الفايف هاي ده زي ما بيسموه هو الفايف هيدروكسي اندول اسيتيك اسيد، انتوا عارفينه؟ ان شاء الله ده الميتابولايت او الاند برودكت بتاع السيروتونين. فبرضه طالما السيروتونين ما تكونش كتير يبقى هلاقي غالبا المركب ده في اليورين قليل. هو ايه تاني ممكن يقل؟ فاكرين الدوبامين ده كان بيتحول لايه ولا لا؟ ما قلناها مره على الماشي كده، الدوبامين بيتحول لحاجه اسمها هومو فانيليك اسيد. قلناها كده مع الدوبامين على يعني بسرعه كده. بينزل في اليورين، فبرضه لو ديت دوز الالفا مثال دوبا يبقى الدوبامين قليل، يبقى ال 5 هيدروكسي اندول اسيتيك اسيد والفي ام اي والاتش بي اي كلهم قليلين في اليورين. انت عارف ايه تاني يقلل الحاجات دي؟ والله اللي يقولها بس الاول قبل ما احلف اللي يقولها اديله جايزه. اللي يقولها بجد بس يجي بقى بعد البرنامج يستلم الجايزه بتاعته. الله يكرمك، الماو انهيبيتورز. صح مش كده؟ لو اديت ماو انهيبيتورز كل الحاجات دي هتقل، لان انا مانع. هو الماو ده بيكسر ايه؟ بيكسر مونوامينز، ادرينالين ونور ادرينالين وسيروتونين ودوبامين وغيره. فلاقي الحاجات دي كلها في اليورين قلت بعد الحلقه على طول ان شاء الله يستلم. اليوزز بقى ما فيهاش غير هايبرتنشن. هنسمع ان شاء الله ان الهايبرتنشن ده بيتقسم بقى لحاجه اسمها مايلد ومودريت وسيفير هايبرتنشن على حسب رقم الضغط بتاع العيان. ده غالبا بما انه مش دواء قوي قوي يعني فبيتاخد في المايلد والمودريت هايبرتنشن، بالذات لو في لينا انسفشنسي زي ما قلنا او الحوامل. الماو دي بيمنعوا الماو، صح؟ والماو ده هو اللي بيكسر المونوامينز اللي هم ادرينالين ونور وسيروتونين ودوبامين. فانت لو منعوا يبقى مش هيتكسروا، فالميتابولايتس للفي ام اي والفايف لا هيقلوا، مش هيتكونوا. لو بصينا بقى على العيوب بتاعت الدواء، فهو مكتوب سيديشن ونايت ميرز وديبريشن، صح؟ دول حصلوا عشان مونوامين قليلين. طيب باركنسونيزم عشان دوبامين قليل اسمه ايتروجينيك. ومعلش مش هتخسر حاجه بقى لو كتبت جنبها هايبر برولاكتينيميا، مش كده؟ دوبامين قليل يبقى باركنسونيزم وبرولاكتين عالي بمشاكله بقى في الميلز والفيميلز. العيوب اللي بعد كده حاجه اسمها باراسيمباثيتك بريدومينانس، صح ولا غلط؟ مش هو السيمباثيتك ما عادش بيطلع نور ادرينالين وبقى البارا شغال فيحصل باراسيمباثيتك بريدومينانس، هتبان على شكل ايه بقى؟ برادي كارديا، صح؟ ودايريه، صح؟
لكن الحقيقة بقى إن النيزل ستافلس والبوستر هاي بوتنشال ما حصلوش نتيجة باراسيمباثيتيك بريدومينانس. صح ولا لا؟ ليه؟ دي دي معناها إيه؟ الحالتين دول معناهم إن البلاد فيسلز إيه؟ وسعت. هو الباور ليه علاقة بالبلاد فيسلز؟ لا، يبقى ما حصل عشان السيمباثيتيك قليل، مش عشان البارا هو اللي بقى لوحده. فاهمين قصدي إيه؟ يعني طبعا لو كتبناها في امتحان إنها باراسيمباثيتيك بريدومينانس لا لوم عليك، بس هي عملية علميا يعني الدايلاتيشن اوف ذا بلاد فيسل سواء في النيزل ميوكوزا او الفينز او السيستميك ده حصل نتيجه ان انا معطل السيمباثيتك مش ان انا مزود شغل الباراسيمباثيتك. الاذر سايد افكتس معظمها بقى اللي موجود في الكتاب الحقيقه عباره عن الرجي. يعني مش هزعلك قوي بس فاكر انت انواع الالرجي في الجنرال كان في تايب 1 اللي هو النوع المشهور بقى اللي هو الاي جي اي ميديتد او انفلكتد ده، وكان في تايب 2 كان اسمه سايتوتوكسيك او سايتوليتيك او حتى كان بيسميه في الكتاب اظن اوتو الرجي. كان عباره عن ايه بقى؟ الدواء اللي هو الانتيجن وانتي بودي ضده وكومبلمنت دمروا خليه صح؟ عملوا سيل دامج. لو دمروا الليفر سيلز يبقى هيباتوتوكسيك، لو دمروا الار بي سيز يبقى هيموليتيك انيميا، ولو دمروا البون مارو سيلز يبقى بون مارو ديبرشن. يبقى غالبا الثلاث حاجات دول غالبا نتيجه الالرجيك. في عندنا في الكتاب مكتوب إديما مش كده؟ أعتقد إن الإديما دي سببها النقطة اللي بعد اللي بعدها اللي هي السولت والووتر ريتنشن. دايما كده الدواء هو طبعا ده على فكرة ما بيحوش مية وملح قوي لأن هو فازو دايليتر على رينال بلاد فيسلز مش كده؟ لكن إذا حصل منه سولت ووتر ريتنشن تبقى مايت. ودايما أي دواء بقى يعمل سولت ووتر ريتنشن توقع معاه كده وأنت بتكتب هيعمل إديما مش كده؟ ممكن يعلي الضغط شويه لكن طالما ده دواء ضغط سنترال الفا 2 اجنست يعني بيعدي اكيد البلاد برين بارير. طريقه شغله مختلفه شويه عن الالفا ميثايل جروب ان هو اكتف. هو الالفا ميثايل جروب كان لازم يتحول لالفا ميثايل ورا ادرينالين، ده بيشتغل مباشره كادونس على الالفا 2. وفي كلام على فكره يمكن نسمعه ان شاء الله في الكارد مصر ان هو كمان بيشتغل على الاي 1. فاكرينها مش كده؟ اللي هي البيتا زولين واحد اللي هم متشابهين جدا للريسبتورز دي فغالبا بيشتغل على ده وده. المحصله بقى نفس الكلام بقى الفا 2 سنترال يبقى قللنا سيمباثيتيك اوت فلو، الفا 2 بريفرال بري سينابتيك قللنا خروج النور ادرينالين، الفا 2 على الكيدني قللنا رينال ريليز. المحصله رادي كارديا او كارديك اوت قليل وفازو دايلاتيشن ودكريس اوف ارتيريال بلاد بريشر. لو بصينا على الاستخدامات بتاعته طبعا اهمها استعماله في الهايبرتنشن وعامل برضه زي الالفا ميثايل جروب في المايلد والمودريت. والميزه هي هي انه بيزود الرينا بلاد فلو فيتاخد في الناس اللي عندهم مشاكل في الكلى. الاستخدام في المايجرين هيدك خلي بالنا بس عشان المايجرين ده ملخبط الناس شويه، احنا هنشرحه ان شاء الله. المايجرين ده يعني هيتشرح مع الاوتا كويس. المايجرين فيه ادويه في الاكيوت اتاك يبقى الهدف منها ان انا اضيق الشريان شويه، ان انا ارجع السريبرال بلاد فيسل اللي وسع قوي وعمل لي صداع ده عايز ارجعه كده شويه فيه تون. في الوقايه بقى في عندنا حاجات كتير قوي، يعني في ادويه ممكن تكون هدفها ان انا اوسع، ادويه هدفها ان انا اضيق او امنع انها البلاد فيسل تضيق، يعني قصه كبيره. بس افتكر يعني على الاقل ادويه احنا اخذناها في الوقايه من المجرين. الوقايه مش لما يجي لي اكيوت اتاك اروح واخد بيتا بلوكر زي البروبرامول ولا كرونيلين، لا ده لما يكون بيجي لي اتاكس كتيره وعايز حاجه تمنع ان يحصل اتاكس ومايجرين اخد بروبرانرول او اخد كلوليدين. وان شاء الله ساعتها بقى هنقعد نفتي ونقول بيشتغل ازاي وهيطلع كلام غلط كله. بيتاخد في الويدرول بتاع المورفين في الناس الادكتس. هو المدمن لما نوقف له المورفين فجاه بيحصل له ويدرول سيمبتومز اللي بيسموها الابسلنت سيندروم. كتير قوي من اعراض الانسحاب دي سببها عكس شغل الدواء صح؟ يعني المورفين بينيم وبيخلي الواحد عنده يوفوريا وبيعمل ميدريزس وبيعمل كونستيبيشن. لو حصل ان انا ادمنت ووقفت فجاه يحصل عكس على طول. وجزء تاني من الاعراض اللي هي الويدرول دي سببها ان السيمباثيتيك بيبقى اكتف قوي. بالذات لو انا مدمن على حاجه بتعمل سي ان اس ديبرشن، المورفين ده سي ان اس ديبرسنت. فلما بيحصل ويدرول بيبدا السيمباثيتيك ينشط قوي بزياده بقى. فتلاقي العيان عنده تاكيكارديا وانكزايتي وسويتنج وضغط بيعلى. الحل ان انا هنعرف ان شاء الله ان احنا بنعمل ايه في علاج المورفين ادكشن. بس من ضمن الحاجات اللي بتتاخد حاليا ان انا ادي كلونيدين. الهدف منه
هذه السيمباثيتك هدي بقى كل الاعراض اللي سببها سيمباثيتك اوفر اكتيفيتي. الاستعمال الاخير بيتاخد مع المورفين. يعني هو اللي فات عالج ادمان المورفين، لما بدانا نقلل المورفين بقى ونعالج ده بيتاخد مع المورفين. انتوا عارفين المورفين والادويه اسمها اوبيويد انالجيزكس بعد العمليات الكبيره قوي. يعني واحد عمل مثلا مركب مفصل، واحد عمل عمليه في الفقرات، واحد شايل تيومر، بيبقى فيه سيفير بوست اوبراتيف بين، وجع رهيب قوي بعد العمليه. فبداوا بدل ما يدوا مورفين كل شويه كده كل اربع ساعات ولا حاجه حقنه مورفين في الوريد، بداوا يركبوا حاجه زي استار كاثيتر كده صغيره في بين الفقرات، بحيث ان انا لما بحقن الدواء ده تقريبا بوصله حوالين الجزء اللي بيسميه الكودا ايكوينا، فيعمل نوع يعني ممكن اسميه انالجيزيا يسكن الالم، ممكن اسميه انالثيزيا نفس الفكره ان انا مش حاسس بالبين يعني. فبيدوا المورفين بالطريقه دي، ولقوا ان هم لما بيدوا معاه كلونيدين بيبقى حلو قوي كانالثيتك، يعني بيقوي قوي الايفكت بتاع المورفين في حاجه يسموها كودا انالثيزيا اللي هي الحقن الدواء في حوالين الكودا ايكوينا. يبقى ده بالنسبه للاستعمالات. في استعمالات تانية بقى مش علينا ومش مكتوبه في الكتاب، مش مهمه يعني خالص. لا هو مش المورفين اللي زود السيمباثيتك. المورفين لما ادمناه والبرين بقى ادابتد على المورفين وقفناه فجاه حصل العكس، فبدا ده هو بالعكس. المورفين ده في معظم الحاجات بيهدي اماكن كتير في السيمباثيتك يعني. فلما يحصل ويدرول للمورفين يبدا السيمباثيتك ينشط. العيوب بتاعته مكتوب دراوزنس او سيديشن، وجنبها بقى كده الدباجه اياها دي. ايه تاني غير الدراوزنس؟ لا يعني ماشي طبعا هو اي حاجه توسع ممكن تعمل، بس انا قصدي سنترال كده لما تقلل شغل السيمباثيتك نايت ميرز، وبعدين لو طولنا في العلاج يحصل ديبرشن. صح موصوف على فكره، او حتى مكتوب في الكتب لو العيان عنده ديبرشن اصلا ما تديلوش، ولو ظهر عليه اعراض الديبرشن وي هاف تو ستوب كلونيدين. العيب بتاع دراي ماوث يعني علامات استفهام بقى من هنا لبكره يعني. هو الدواء ده ايه؟ سيمباثوليتيك صح؟ هو دايما اللي بيتحكم قوي في البلاد في السكريشن البارا مش كده؟ يبقى انا متوقع ان انا لما بدي مثلا اتروبين او بدي حتى جاي بلوكر وقفت شغل البارا، هو ده اللي يجيب دراي ماوث. ازاي بقى الدواء ده بيعمل دراي ماوث؟ الموضوع يعني في منتهى يعني عدم الوضوح يعني، كل الكتب كاتبه ان هو فيري كومن، يعني ممكن مثلا 40% من الناس ياخدوا كلونيدين يجي يشتكي لك بالمريء وناشف. تفسيرها ايه بقى؟ الله اعلم يعني، كل كتاب بقى وعلامه يعني. في ناس بتقول لك ده سنترال افكت، وتلاقي سنترال افكت وفول ستوب. طب يعني سنترال افكت عملنا ايه يعني؟ يعني ايه اللي حصل؟ ان احنا لما شغلنا الالفا 2 الاشاره اللي رايحه على الـ على الـ على السليفري جلاندز قلت دي. في ناس بتقول انك لما بتقلل النور ادرينالين اللي طالع عند السليفري جلاند بيقل السكريشن. الكلام ده مش مقنع قوي. ليه بقى؟ هو السيمباثيك بيعمل ايه في السليفري سكريشن؟ بيزود ايه؟ فيزت سكريشن. فما ما فيش ميه اصلا عشان لما ادي الفا 2 اجونست يحصل دراي سكريشن. في ناس بتقول بقى تفسير انا قريته الحقيقه في كتاب من كتبنا احنا يعني، اعتقد ان هو ان شاء الله جاي من مصدر موثوق فيه يعني. تخيلت كده ادي السليفري جلاند وادي كولينرجيك نيرف. كولينرجيك نيرف كويس؟ كولينرجيك نيرف يعني بيطلع ايه؟ ستايل كولين يعني ريسبتور هنا ام 3 صح؟ بيقال والعهده على اللي قال شو يعني هو مين، بس هو مكتوب في كتاب ان في هنا الفا 2 ريسبتور. انت فاهم المفاجاه اللي في الموضوع؟ يعني ده عصب كولينرجيك بيطلع ستايل كولين، انا متوقع يكون في بريسينابتيك ماسكرينيك صح؟ لكن لقوا ان في بريسينابتيك الفا 2 بالظبط. فلما يشتغل الكولين على الدواء ده يقلل خروج الاسيتايلكولين، فيعمل كان الماسكرينيك دي مش شغاله، كانه اتروبين بقى مش كده؟ الماسكرينيك ما اشتغلتش وبالتالي حصل دراي ماوث. انت الحقيقه يكفيك فخرا ان انت عرفت ان الدواء ده بيعمل دراي ماوث كويس؟ ازاي بقى وليه؟ احنا اصلا مش عارفين يعني، محدش غالبا محدش هيسالك يقول لك ازاي دراي ماوث؟ قول له سنترال وقول له ممكن في الحته دي كده في حاجه يعني ان شاء الله خير يعني. فده عيب من العيوب المشهوره قوي. العيب اللي هو البراديكارديا نمرة 4 بيعمل أهلا يا مريم السلام عليكم. طب أنا عرفت دقيقتين مفيش؟ البراديكارديا معروف سببها بقى إن أنا قابلت شغل السيمباثيتك. كتاب القسم كاتب سيمباثيتك أند فيجل سنتر صح؟
ولا انتهى. هو السيمباتيتك هيحصل فيه ايه؟ هيقل يبقى في حته يعني سهميه كده صغيره كده السيمباتيتك اللي تحت كده صح؟ وفيجن سنتر بيقال برضو ان ممكن هو ينشط الفيجن سنتر. يعني دي موجوده الحقيقه في بعض الكتب ان ممكن الدواء ده يعمل ستيميليشن اوف ذا فيجن سنتر. المهم بقى في الاخر على الاقل لما هديت سيمباتيتك الهارت ريت قل. اهم حاجه بقى في كل الكلام بتاع الكلوريدين احنا عمالين نلغي فيه ده، اوعى توقف الكلوريدين فجاه. يعني عيان بيتعالج من ضغط عالي بكلوريدين وبقاله فتره بياخده، اوعى تفتي واوعى العيان يفتي. طبعا العيان برضه في مصر اللي يحب الفتاوي قوي والصيدلي وكل الحبايب يعني يقول لك لا ده بص ده في دواء جديد بقى في الضغط، ارمي بقى الكاتابريس اسمه التجاري وتعالى بقى نجرب التاني، ما الحقش نجرب التاني. اللي بيحصل ايه؟ حاجه اسمها ريباوند هايبرتنشن. حد عنده تفسير؟ صح. انا اديت دواء شغل الالفا 2 مش كده؟ فالنور ادرينالين ما بيخرجش زي الاول. فالالفا 1 اللي موجود على البلاد فيسلز عمال يحصل فيها اب ريجوليشن وسوبر سنسيتيفيتي. طول ما انا بدي كلوريدين مفيش مشاكل. لان النور ادرينالين اخباره ايه؟ محبوس جوه. لو عملت سادن ستوب اوف كلوريدين بقى النور هيخرج مش كده؟ هي بقى الفراغ يعني. وهيطلع يلاقي ايه؟ ريسبتورز كتير قوي قوي على البلاد فيسلز. فيعمل اكسجريتد ريسبونس سيفير فازو كونستريكشن وسيفير انفيشن في البلاد بريشر. ممكن على فكره يحصل معاها بنفس السبب تاكيكارديا واريثميا نفس الفكره. طيب غلطنا الغلطه يعني الفظيعه دي، حلها ايه بقى؟ انت عارف اسهل حل ايه؟ ارجع ادي كلوريدين تاني صح؟ ارجع دي تاني كمل بقى خلاص احنا وقفناه وحصل ضغط عالي روح لا هنبدا ده تاني كلوريدين، ايه الفكره؟ اشتغل على نخلي النور قديم ما يخرجش مش كده؟ طيب ده حل موجود في الكتب وده حل فعلا صح، يقول لك عليه ري انستتيوشن يعني اعاده اعطاء الكلوريدين. الحل التاني اللي انت قلتوه بقى ان انا ادي الفا بلوكر ايا كان بقى في برازوسين في التولامين اي حاجه، ولو في مشاكل كاردياك ادي معاه بيتا بلوكر، ادي لابيتالول صح، بس اوعى تغلط الغلطه المشهوره انك تدي بيتا بلوكر من غير الفا وتسيب الالفا شغاله فيحصل مور اليفيشن في البلد بريشر. كام دواء كده في المنهج الادويه يعني اللي خدناها should not be stopped suddenly. احنا خدنا في الجنرال كتير بس هنا اي حاجه بتتاخد اي في انفيوجن اي دواء سواء بقى بيعلي ضغط بيوطي ضغط ما ينفعش توقفه فجاه. و بيتا بلوكرز فاكرين البروبرانولول؟ طول ما انا بدي البيتا بلوكر البيتا عماله تزيد بس متغطيه بالبلوكر، لو شلت الغطا ده يحصل مشاكل على القلب جامده ومعاه بقى الكلونيدين هو ده من الادويه المشهور قوي ما يحصلش سادن ويدرول. الجوان فاسين والجوانا بنز نفس الكلام بتاع الكلونيدين بالظبط، ممكن بس هم فيهم ميزه ان هم اطول واعراضهم الجانبيه اقل شويه. معلش انا هستاذنكم اقول بس اسامي ادويه في الالفا 2 اجونست هناخدها بعدين ان شاء الله، بس عشان يبقى يعني جمعنا بقى الموضوع كله. في عندنا تو دراجز بيستخدموا كاي دروبس، دواء اسمه بريمو، انا هقول لك ان شاء الله هنكلهم لما ناخدهم تاني بس افتكرهم بقى من النهارده، بريمونيدين والابرا كلونيدين، دول بيتاخدوا اي دروبس عشان اعالج ايه بقى؟ عشان اعمل جلوكوم، انا هشغل الفا 2 في السيريال الاثيليا ما قلل الفورميشن بتاع الايكوسوم مش كده؟ هيعملوا ايه في البيوبل سايز؟ مايوزس ولا بيبليزس ولا اسيد ولا اكتيف ولا ايه الاخبار؟ هيعملوا ايه دول لما احطهم في العين غير ان هم هيقللوا ضغط العين؟ هيعملوا ايه في البيوبل سايز؟ مش هيعملوا حاجه طبعا صح؟ لان العضلات بتاعت العين ما عليهاش الفا 2 هي عليها ماسكاريك بتاعت الكونستريكتور والفا 1 بتاعت الدايركتور فمش هيعملوا حاجه في البيوبل سايز زي البيتا بوكرز كده. طيب في دواء بقى ان شاء الله هناخده في السكيلتال ماسل ريلاكسنس اسمه تايزانيدين. ده بيتاخد عشان يفك السكيلتال ماسل سبيس. انتوا فاكرين لما قلنا الالفا 2 دي موجوده في السباينال كورد وتقلل الامبلس اللي رايحه على السكيلتال ماسل؟ فالدواء ده موجود عندنا في المنهج يعني موجود هوريه لك ان شاء الله لما ناخد السكيلتال ماسل الاكسنت. ده بيشتغل سنترال، اشتغل على السباينال كورد وشغل الالفا 2 فيقلل التون بتاع السكيلتال ماسل. يبقى كده خلصنا ان شاء الله من مجموعه الالفا 2 اجريس وكده. يعني المفروض والله كنا نعزمكم على حاجه النهارده بمناسبه ان الاوتونوميك خلص والجايزه ان شاء الله هنعزمها. نعم فاضيين؟
بس انا مستعجل يعني كده حرام ده